مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وأحداث جديدة من برنامجكم اليومي الديوانية، مناقشين وراصدين لأبرز القضايا والمستجدات على الساحة الرياضية المحلية. وقبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وأيضا عبر حساب KSA Sports للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية الظاهر معك أسفل الشاشة. طيب نقادي في حلقة اليوم واللي أسعد بتواجدهم معي أبدأ بالأستاذ عادل عصام الدين وأيضا الأستاذ مساعد العبدلي والأستاذ أحمد الفهيد وأيضا الأستاذ بندر الراشد، واللي اليوم أيضا مشرفنا ضيفنا العزيز الأستاذ يحيى جابر وأيضا الأستاذ فيصل المطرفي. مساكم الله بخير يا جماعة، حياك الله معي اليوم بهجة والرحمة. كابتن يحيى حياك الله معي اليوم، سعيد بوجودك. شاكر استضافتكم، إضافة مهمة في البرنامج، شاكر ومقدر لكم. طيب احنا ندخل الحلقة دائما من الأخبار، آخر الأخبار في الديوانية نتابع. يكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل غدا تفاصيل النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، وذلك في حي طريف بالدرعية. أقام معهد إعداد القادة بهيئة الرياضة اليوم الثلاثاء ورش عمل للاعبي كرة القدم الملتحقين ببرنامج ابتعاث المواهب، إذ تحدث المختصين عن الأمور النفسية والطبية وأخيرا أمور التغذية. استبعد الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول مدافعه محمد الفتيل، وذلك بعد التقرير الطبي الذي أوضح حالة اللاعب بعد إصابته. وقعت إدارة نادي الهلال رسميا مع المحترف الكولومبي غوستافو كويلار، وذلك بعد وصوله إلى الرياض مساء البارحة. ومن جانب آخر تم إنشاء إدارة متخصصة بالطب الرياضي والأداء التي يشرف عليها الدكتور مبارك المطوع. تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد مع أخصائي التغذية إبراهيم مختار، والذي سوف ينضم للجهاز الطبي مشرفا على النظام الغذائي للاعبين. طيب استاذ عادل عصام الدين، يعني يمكن من اهم الاخبار مؤتمر صحفي غدا يكشف تفاصيل الملاكمه، تتكلم عن نزال تاريخي لبطوله العالم للوزن الثقيل في الملاكمه، تعليقك على هالموضوع؟ والله شوف، الدرعيه ليست السياسه ولا التاريخ ولا الثقافه ولا الجانب المضيء في تاريخ المملكه العربيه السعوديه، كل هذه الجوانب هي الدرعية. لكن غدا إضافة تاريخية، إضافة كبيرة جدا. وأنا بالعكس، يعني أنت لما توزن الحدث رياضيا، أنا في تصوري هو الحدث الأبرز في السنوات الأخيرة على مستوى لعبة قتالية. نعم. احنا نعرف طبعا الرياضة فيها رياضة غير قتالية وفي لعبة قتالية. اللعبة القتالية في قتالية مباشرة وغير مباشرة. كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم وفي المملكة من الألعاب غير قتالية، ولكن ملاكمة قتالية مباشرة. نعم. عندما يعني بكرة جونيور وجوشوا، واحد بطل العالم الحالي واحد بطل العالم السابق، أنا على طول صراحة من يوم عرفت أنه بكرة المؤتمر الصحفي تمهيدا للمنازلة في ديسمبر، منازلة تاريخية، كل العالم كل الكرة الأرضية تتابع هذا اللقاء، طبعا أكيد حدث رياضي كبير. أنا على طول تذكرت محمد علي كلاي الله يرحمه البطل المسلم عندما واجه جورج فورمان في أفريقيا، وهي أول منازلة تخرج من أمريكا إلى قارة أخرى. صحيح. كان العالم كله يتابع بطل العالم المسلم. نعم. محمد علي كلاي هو يلعب في القارة الأفريقية، وفين؟ في استاد مفتوح. وهنا أيضا هذا الحدث ترى حيكون في مكان مفتوح، يعني في الدرعية أو الدور كما يقولوا، هذا يعني ليست في صالة، حدث عالمي كبير. أكيد يعني الهيئة تشكر، المملكة العربية السعودية كلها تشكر أنه هي تؤكد للعالم أنه المملكة العربية السعودية هي أيضا عاصمة رياضة ولعبة، صحيح ما لها شعبية إن يعني قيمتها من ناحية الممارسة في المملكة،
يعني احنا ما احنا ابطال اللعبه، ولكن انك انت تحتضن هذه البطوله اللي هي مشهوره في امريكا، احد اشهر اللعبات، بل هي اللعبه القتاليه الاشهر والابرز عالميا، غير طبعا الالعاب القتاليه غير المباشره، هذا طبعا يحسب للمملكه. نتمنى التوفيق للمنظمين ونقول لهم الف شكر على استضافه هذه البطوله الكبيره. مساعد العبدلي، يعني اوقف او خلينا ننطلق من اللي وقف عنده ابو لماع على مستوى التنظيم. صح. احنا في كل مره في كل تجربه الان على مستوى استضافات عالميه ننجح في موضوع التنظيم، نقدم كوادر حتى سعوديه موجوده تقدم عمل مختلف. انظار العالم تتجه لبطوله الملاكمه، وهي بطوله تحظى بشعبيه كبيره على مستوى العالم. صحيح. شوف، اولا مساء الخير لك زميل عبد الرحمن والزملاء والمشاهدين. يمكن قبل اسبوع كنا في هالمكان نتكلم عن افتتاح بطولة كأس العالم الأندية لكرة اليد سوبر جلوب، وقلنا أنه هذا حدث جديد يضاف للأحداث الرياضية اللي المملكة أصبحت تستضيفها في السنوات الأخيرة، واللي يشكل إضافة جديدة لسمعة ومكانة هذا البلد. نعم. إضافة إلى جانب آخر وهو تنوع الرياضات. كنا دائما نقول ما في إلا كرة القدم، اليوم قاعد ترضي كل الأذواق، كرة يد، مصارعة، ماراثون أقيم، فورمولا أقيم أيضا في الدرعية. نعم. اليوم تكلم بطولة الملاكمة اللي أنا طبعا أجهل اللعبة لكن أكيد لها شعبيتها. بالتالي زي ما قلت الأسبوع الماضي أنه أنظار عشاق كرة اليد كلهم تتجه للمملكة، اليوم أنظار عشاق الملاكمة تتجه للمملكة، زي ما تفضل الزميل عادل على موضوع اتجهت إلى أفريقيا في يوم من الأيام، اليوم تتجه إلى المملكة، وهذا أيضا تأكيد جديد وقلتها المرة اللي فاتت أنه لما نتمتع به في هذا البلد من أمن واستقرار واهتمام، والاهتمام هذا جانب مهم لأنه إحنا نملك الإمكانات ونملك الطاقات البشرية. نعم. ونفتخر أمام العالم أنه المنظمين كلهم من الأبناء والبنات السعوديات، وهذا يسجل أيضا للشباب السعودي. فما في شك أنها إضافة جديدة ولا هي مستغربة، سواء على القيادة السياسية أو حتى على القيادة الرياضية. وننتظر الكثير. صحيح. لأنه حتى الاتحادات الدولية في الألعاب مختلفة الآن تفكر أنها تمنح المملكة المزيد من ممكن في يوم من الأيام إحنا استضفنا السوبر الإيطالي. نعم. الآن ممكن تنتظر أنت لعبة أخرى غير كرة اليد، غير الملاكمة، غير المصارعة، حتى المصارعة أقيمت في استاد الجوهرة. فشكرا لكل من كان وراء هذه الرياضات، وأكيد إحنا فخورين جدا. وبالنسبة للتنظيم ما هو غريب، يمكن زميل صالح حمادي بحكم السن تكلم حلو كم يوم عن استضافة المملكة لكأس العالم للشباب 1989. لا حق الرد عبد الله. أي أكيد طبعا. هو كان لاحق على كأس العالم 89. المملكة نظمت كأس العالم للشباب بكل نجاح. صحيح. القارات. لا كأس العالم للشباب 89. صحيح. يعني. صحيح. فما هو غريب على المملكة في 2019 أن تنظم هذه البطولة، هذه المنافسة والمنازلة، وقادرين على تنظيم أكبر من هذه المنازلة وبطولات أكبر. أحمد الفيد، مشروع هذا اللي واضح أنه مشروع قائم، تنجح مشروع دولة، تنجح هيئة الرياضة في تنفيذه على أرض الواقع وخلق خلنا نقول شعبية مختلفة للألعاب المختلفة، وإن كان يمكن أبو لما عرج على موضوع الشعبية أنها ما تحظى بشعبية، لكن مثل هذه المناسبات في هذه الألعاب المختلفة قد تصنع شعبية أيضا عند المتابع السعودي. ما في شك. شوف، أقسم حديثي إلى جزئين. الجزء الأول يعني ببدأ فيه انطلاق من كلمتك مشروع، احنا تكلمنا يعني الأسبوع الماضي والقبله في أنه مشكلة الرياضة السعودية بشكل عام أنها لا يوجد لديها مشروع واضح، وبالتالي كل رئيس يأتي إما أن يهدم مبنى الرئيس الذي قبله أو يتجاهله، سواء عمدا أو لعدم إيمانه بالفكرة بالمشروع أصلا يعني. وبالتالي قلنا أنه يعني لتحمي الرياضة السعودية، وكان الحديث بشكل أوسع على كرة القدم السعودية، يجب أن يكون هناك مشروع ينتقل من يعني محدد المدة وآليات التنفيذ ومدد الإنجاز، وينتقل من رئيس إلى آخر حتى يكتمل هذا المشروع، ثم يتم تقييمه من خلال النتائج. يعني في مشروع عمره 4 سنوات، مشروع عمره 8 سنوات، وحتى المشروع اللي عمره 8 سنوات عند رئيس اتحاد قدم قد يعفى، قد يستقيل، قد يحدث أي شيء، أي أمر يعني، ويأتي رئيس بدل منه بعد سنة. ورأينا العام الماضي مثلا مر على اتحاد القدم 4 رؤساء في أقل من 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 9 أشهر تقريبا. صحيح. أو 10 أشهر. وبالتالي وجود المشروع يخلق قيمة لك أنت فيما يتعلق بالتنظيم، فيما يتعلق أنت ببناء رياضة بلد، فيما يتعلق ببناء علاقة
دولية مع الرياضات الأخرى والانفتاح على تنظيم بطولات عالمية. قلنا إحنا كرة القدم أو المملكة العربية السعودية كانت حاضنة لبطولات العالم قبل 15 أو 20 سنة، ثم حصل التجمد لمدة طويلة، والآن كأننا يعني نعود لممارسة دورنا لكن بلياقة أقل. بدأ هذا المشروع العام الماضي، بدأوا مع المستشار تركي آل الشيخ مشكورا يعني، وقع اتفاقيات كثيرة، لأنه نائبه الأمير تركي الذي هو الآن هو رئيس هيئة الرياضة يؤمن بقيمة المشاريع المستدامة والمستمرة، أكمل هذه المشاريع وبنى عليها أفكار جديدة وتعاقدات واتفاقيات جديدة. فهذا النموذج هو الذي نريده، يحدث في قطاعات يعني في جزء من قطاعات الدولة، أيضا نريده في الرياضة. لأنه أنت إذا عندك هدف ما راح ينبني إلا بخطة طويلة واضحة ومعروفة. اليوم إحنا عندنا خطة واضحة أنه يجب أن تعود البطولات العالمية إلى المملكة العربية السعودية كحضن محتمل لتنظيمها. نعم. لن يتم هذا إلا إذا المشروع قام، يعني بعد 4 سنوات قد يكون عندنا القدرة على تنظيم كأس العالم للأندية، كأس العالم للكبار، أي بطولة عالمية سيكون لدينا القدرة على تنظيمها من خلال تدريب الشباب، من خلال الخبرات التي تكسب، من خلال اكتشاف الأخطاء، من خلال معرفة ماذا يريد الجمهور. الجزء الثاني من حديثي هو يتعلق بالجمهور. هل يعني اليوم لو بسألك أنه في بطولة ملاكمة في المملكة العربية السعودية هل تتوقع له حضور؟ ممكن يجيب بالك أنه لا والله ما يحضر أحد. نعم. من يتابع ملاكمة؟ ما عندنا ملاكمة إحنا. نعم. ولا حد يحط على يعني ما يشترك في قناة لأن فيها ملاكمة. صحيح. ولو سألتك هذا السؤال قبل أقل من سنة وقلت لك هل تتوقع المصارعة حيجي حضور؟ أنا لو سألتني أقول لك بيجي بس لن يتجاوز يعني 5000 10000. صحيح. لكن تتخيل أنه في ملعب الملك عبد الله في جدة حضر لبطولة المصارعة 47,000 متفرج. هذا رقم بالنسبة لي أنا شخصيا رقم مهول، يدل في كرة القدم يعتبر رقم مهول طبعا. أي. يعني مهول يعني كرة القدم ممكن استوعبها، يعني كرة القدم هي اللعبة الشعبية على مستوى العالم وهي الشعبة اللعبة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة عندك في السعودية، لكن أن يحضر هذا الرقم لبطولة مصارعة أنا أقول لك أنه بالنسبة لي يعني حررني، خلاني أفكر أنه فعلا في هذه البلد ناس عندهم اهتمامات كثيرة ومتعددة ومتنوعة ومختلفة ويستحقون بالتالي أن تستقطب لهم كل البطولات العالمية. اليوم أنت لو تسألني عن بطولة التنس كم تتوقع يحضرها؟ يمكن أقول لك ما يحضرها ولا 500. قد أفاجأ أنا وأنت والجالسين والمشاهدين أنه يحضرها 5000 إلى 10000 حسب ساعة الملعب. صحيح. ما حتفاجأ. صحيح. ما حتفاجئ ابدا. وبالتالي انا اقول انه تخيل ان هذه النتائج نحصدها من عملنا خلال سنه وكم شهر يعني، فما بالك انه لما نجي ننظر للمشهد من بعد 4 سنوات كيف سنراه؟ سنرى المملكه العربيه السعوديه حضن عظيم لبطولات العالم. سنتوقع كمان ترى يكون حضور دولي، حضور اجنبي. ليش؟ لانه هذه انا اعتقد انها ايضا من شروط التنظيم، انت بتنظم بطل العالم السابق والحالي طبعا بلا شك، فانا اتصور انه حيكون في حضور اعلامي عالمي حتى كبير. في البطولات الثانيه ولما كان في حضور، يعني بطوله اليد كان في حضور اعلامي دولي بشكل صحيح. برقم انا نسيت الرقم بس برقم صحيح. كبير بس ما هي زي شعبيه الملاكمه. اكيد ما هو زي شعبية الملاكمه، الكره الارضيه كلها تتابعه الملاكمه. انت صحيح. بتكلم عن بطلين فانا اتصور اعلام العالم كله حيكون حاضر، عدد كبير من المشاهدين طبعا حيطلبوا الزياره عشان يشاهدوا، وانا اتوقع حيكون في حضور خارجي كمان. حلو. طيب استاذ جابر خلني بروح معك الخبر ثاني واترك لك تعلق ايضا على هالموضوع. برنامج محترف يجهز اللاعبين الموهوبين، يعني تجهيز اللاعبين الموهوبين 30 لاعب، يعني اتكلم معك في تخصصك. من ضمن اللي موجود في الخبر قدم لهؤلاء الثلاثين قبل ما يروحون لبرشلونة تواجد الدكتور طارق الجهني المختص في الطب النفسي، أيضا التقوا بالدكتور غريب الشويعر وهو أخصائي تغذية، والتقوا بالدكتور مبارك المطوع في الطب الرياضي. يعني ذهابهم الآن وهم مكتملين على مستوى الإدراك، خلنا نقول ولو كان بدرجة أقل، من خلال محاضرات أنه أنت تودي لاعب يكون جاهز لموضوع الاحتراف وفاهم في هذه الجوانب معلومات مهمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أتقدم بالشكر لكم لدعوتي لهذا البرنامج المتميز الديوانية،
طبعا احب اعلق على الموضوع السابق انه طبعا ما بضيف لانه ما شاء الله الاخوان اخذوا صراحه يعني النقاط الرئيسيه والمهمه. لا. لكن البطوله طبعا بطوله الملاكمه انت بتنظر لها من ناحيه نوعيه، هي بطوله تقام نوعي، عمل نوعي على مستوى العالم. حلو. زي ما ذكر ابونا. الامر الاخر عدد وكالات انباء مهول. يعني انت تحسب على مثلا 100 وكاله انباء او كذا، انت تحسب كم قناه تلفزيون بتعرضها، اذا هي عامل تسويقي رهيب، دعائي ايضا، سياحي، اقتصادي متكامل. فانا حبيت بس اشير لهذا الموضوع. اما بالنسبه ل سوبر جلوب اللي كانت في الشرقيه لبطوله اليد، لا لا 18، لا انا ارجع لمعلومتي 18 وكاله اعلان عالمي، ما شاء الله اعلام عالمي. هذا تاكيد الكلام استاذنا ابو لما في مساله انه يعني هو بطوله تهم الكره الارضيه. بالنسبه للمحور الاخر اللي ذكرته انت باعداد مجموعه المواهب، نعم. طبعا احنا نشهد من ايام حركه التغيير النوعي في الرياضه السعوديه المعالي تركي آل الشيخ، فعلا نشهد تغير نوعي في مسألة الاهتمام بالمواهب. طبعا الكرة كرة القدم السعودية إذا كانت ترغب في مسألة أنها تصبح من ضمن كرة القدم المتقدمة في عالم مستوى العالم، يبغى لها شغل كبير، يعني يبغى لها عشرات الحلقات الحديث فيها. لكن لو ذكرنا التغيير النوعي اللي ذكر اللي حدث مع تركي معالي تركي آل الشيخ، كان فعلا تغيير متميز، الاهتمام بالمواهب. العامل النفسي لأي نادي، لأي لاعب، لأي رياضي هو عامل مهم جدا، لأنه أنت ذكرت لي مجموعة أطباء أشرفوا على الفريق، فهو أنت تعرف يعني الموهو اللاعب جانب نفسي، اللاعب الصغير، أيوة اللاعب الصغير لما يترك أسرته ويذهب سفرية أول مرة في حياته ما هو أمر طبيعي، ترى أمر غير طبيعي، فيحتاج لتهيئة، يحتاج للأمور. طبعا احنا نحاول نقلد أو نعمل مثل ما يعمل اسمه أوروبا مثلا أو كرة القدم المتقدمة في مسألة تهيئة اللاعبين نفسيا، تهيئتهم مهاريا فنيا. ولكن أنا من وجهة نظري ما يعني كرة القدم السعودية لن تتقدم 30 لاعب موهوب أو كذا، هي العملية يبغى لها عملية شاملة شامل، يعني توسيع قاعدة ممارسة اللعبة على مستوى الدولة، على مستوى الدولة، على مستوى المناطق، على مستوى 30 لاعب موهوب ممكن يتم الاهتمام فيهم، لكن ممكن توسيع يحدث قاعدة اللعبة. أبغى أفهمها، ما فهمتها. يعني مثلا التشيك، 9,800,000 هذا تعداد سكاني، 5,000 نادي. أنت في السعودية 30 مليون أو حدود 25 مليون مثلا، 173 نادي، ونص الأندية هذه يعني أو أكثر من 70% منها يبغى لها شغل كبير بسبب سوء الإدارة، بسبب غيره، يعني أشياء. توسيع قاعدة اللعبة بأنه كل الصغار، كل المواهب، كل اللي موجودين في الوطن، الحين 70% 70% من التعداد السكاني شباب، صحيح. فلا بد أنه كل الصغار اللي موجودين يمارسون اللعبة في 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 كل حي، يفترض أن يكون في ملعب في كل مكان. أول شيء من ناحية أمنية للبلد، الأمر الآخر تطور الفكر الرياضي، الأمر الثالث أنه يكون فيه مواهب. أنت لما تتكلم عن ماجد عبد الله، عن يوسف ثنيان، عن هذا، كان كل المملكة تلعب، بس تلعب في إيش؟ في الترابي، صحيح. ملاعب كل واحد يحصله أرض يسويها ملعب ترابي ويمشي، فكانت البلد كلها تلعب، لدرجة أنه كان كل الشباب في المملكة العربية السعودية عام 1404 و 1403 يمكن يذكرون الأساتذة، ايه؟ كانوا يلعبون، تخيل، يعني يمارسون اللعبة بعد صلاة الفجر في رمضان بالالاف. فانت الان بس الوقت تغير، ايوه تغير، يعني المغريات تغير، ما انا اقول لك تغير لانه البناء 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 المعمار، عدم يعني الاهتمام بمساله توسيع قاعده اللعبه، عدد الانديه، ومنح التراخيص. الان الكويت تفكر في منح تراخيص انديه، عندهم 14 نادي يفكرون في منح تراخيص انديه، يعني تتفاجأ بعد فترة ممكن يقول لك في الكويت بلد صغير، يعني الكويت بلد صغير في مسألة السكان، لكن ممكن تتفاجأ بيقول لك والله عدد الأندية 300 نادي. كل شخص عنده قدرة بأنه يجمع مجموعة من اللاعبين أو من هذا أو استمرارية وبيقدر يدفع، يتوكل على الله، بس لما تنتهي عملية أنه ينتج أو كذا يسحب الترخيص. فأنت لما تتكلم عن مواهب أنا أشوف أنها عملية طويلة الأجل، استراتيجية، يحتاج لتوسيع قاعدة اللعبة،
يعني مسألة طويلة يعني. فيصل مطرفي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير عبد الرحمن، جميع الزملاء الكرام. البرنامج بشكل عام يعني هم يعني عملهم الآن بناء على المعطيات الحالية، شيء جميل أنهم يعززون المعرفة للاعب قبل برنامج الابتعاث، ولكن إذا أخذنا الفكرة بشكل عام، من اللي قرر ابتعاث هذا اللاعبين هؤلاء اللاعبين؟ يعني إذا شفنا الصور اللي اليوم في البرنامج نشوف لاعبين تقريبا أعمارهم في 20. أنا من رأيي أنه إذا في لاعب يبتعث تقريبا بالعمر 20 أو 22، ما في أي مردود لي إذا اللاعب يبتعث بهذا العمر. عمر جدا كبير اللاعب إذا كان عمره 22 بيرجع لي بعد كم سنة ب 26 25 عام، هذا ما في أي مردود له. كن انت عمره الرياضي، انت عمره الرياضي، هذا كلام اللي قلناه قبل حلقتين. اي المبتعثين كلهم مواليد 99 2000. اي فلذلك 18 الى 20. هذا ان مشكلتنا في اذا في اي مشروع عندنا يبدا بالطريقه الخاطئه. إيه؟ اذا اخذنا بالطريقه بمثال اخر. ليش فيصل ليش انت مركز على سالفه انه يرجع لي؟ ممكن يفيدك على مستوى المنتخب، لازم يرجع لي يعني. لا لا، حتى على مستوى المنتخب. إيه؟ يعني في المنتخبات الثانيه لاعبين هم ما يرجعون من الدوري، لكنه موجود مع المنتخب. طيب إذا يرجع ومقدم للمنتخب فائده، اي ما في مشكله، حتى لو بيرجع للمنتخب ما راح يستفيد منه. ليش احنا نبدا اي مشروع بالطريقه الخطا على سبيل المثال؟ ليش ما تستفيد منه فيصل؟ مشروع المواليد 22 وهو يلعب في دوري، انا اعتقد اللاعب اللي يتم اعداده بطريقه صحيحه، حتى المكتسبات لما انت تبي تعده على مستوى التغذيه او المستوى النفسي او المستوى اللياقي، انت تعده في المشروع، مشروع المواهب الخارجي، ما تعده هنا في معهد اعداد القاده. مع كل احترامي لكل الموجودين في معهد اعداد القاده، اذا انت بتعد لاعب بشكل صحيح تعده بعمر صغير، عمره 12 سنه 11 سنه تعده خارجيا بشكل صحيح. ممتاز. لكن تعد لاعب عمره 20 سنه 21 سنه في برشلونه ولا غيره، انت تبدا المشروع بطريقه خاطئه. على غرار ذلك فرض مشروع المواليد، مشروع المواليد اخذ تجزم انه غالبيه الوسط الرياضي من جماهير من اعلاميين حتى من منسوبي الانديه كلهم كانوا يطالبون بمشروع المواليد، لكن مشكلتنا بدانا مشروع المواليد بالطريقه الخاطئه، لان قررنا مشروع المواليد وقررنا ان نبدا المشروع بعد اسبوع، وهذا خطا. ان مشروع المواليد مفترض ان نقر مشروع المواليد، ولكن ندرس لمده فرضا سنه، ما عندنا اي مشكله، ندرس لمده سنه، نبدا المشروع بقاعده صلبه. واذا جلسوا يدرسون لمده سنه فيصل انتقدوهم الاعلاميين بانه سنة، احنا لنا سنة واحنا نتكلم بموضوع المواليد ما لقينا اي شيء على ارض الواقع. طيب ان سنة ان جلسنا 50 سنة بدون هالمشروع، ما نجلس سنة ونبدا المشروع بقاعدة صلبة. الان نجلس فرضا في مواضيع بسيطة في المواليد، القانوني يقول رأي، الاعلامي يقول رأي، تجلس مع مسؤول في نادي تقول له بيلعب في المشاركة الاسيوية يقول لك رأي، تجلس مع مدير احتراف يقول لك رأي، كل هذا ليش؟ لأن بدأنا المشروع بطريقة خاطئة. لو بدأنا المشروع بأن جلسنا مع المختصين وحطينا آلية خاصة ووزعنا لوائح خاصة لكل الأندية، بدأنا المشروع بطريقة صحيحة، كان ما وقعنا في كل هذه الجوانب. لذلك حنا مشكلتنا نبدأ المشاريع خاص في كل التفاصيل، سواء المواهب كرة القدم أو المواليد بطريقة خاطئة. طيب بندر، أنا بعدين لي تعليق على الكلام. ترى دائما حتى أنا قلت بندر سكت تراجع. بندر راح. مساكم الله بالخير جميعا. يعني مشروع الاحتراف السعودي في الخارج احنا جربناه في السنة الماضية، لكن مع أندية كانت بشكل كبيرة كبيرة، سواء في الدوريات العالمية، لم يستطيع اللاعب السعودي يعني خوض المباريات مع هذا. لكن اليوم لما نتحدث عن هذا الفريق اللي اليوم موجود او اللي قررت هيئة الرياضة اليوم ابتعاثه الى اسبانيا، هو منتخب الشباب اللي حقق بطولة آسيا واللي شارك في كأس العالم. طبعا البعض يتحدث انه غالبية اللاعبين المميزين غير متواجدين في هذا الاحتراف، يعني امثال تركي العمار. هي الرغبة للأندية اولا، انه في حال ان الأندية ترغب في ابتعاث لاعبينها واللاعبين اللي موجودين، كان اراء الأندية انه الرفض والسماح للاعبين اللي غادروا اليوم الى هذا البرنامج. اليوم لما نتحدث عن اعمار اللاعبين، يعني تقول من 18 الى 20، المشروع ابو نواف ما له فترة محددة، يعني ممكن في سنة سنتين يكون اللاعب هذا جاهز لخوض المباريات بشكل رسمي او خوض او تطبيق الاحتراف بالشكل المطلوب عندك في الدوري السعودي. يرجع اللاعب في امكانيه انه يبتعث لاعبين اقل من الاعمار هذه مستقبلا، المشروع هذا مفتوح. اللي فهمت انا اثناء حضوري المؤتمر اعلان
إعلان مشروع الابتعاث كان المشروع أي لاعب لديه رغبة فيه لجنة إشرافية مسؤولية اليوم مسؤولية في سنة يرجع كويس. لا لا ما هو في سنة، أنا أقول لك ممكن في سنة. شيء يمكن كابتن حسن العتيبي مساء عليه بالخير يقول بالنسبة لمشروع الابتعاث النظام ما يسمح بأخذ اللاعبين اللي أعمارهم أقل من 18 سنة بدون أولياء أمورهم. صحيح. وأيضا لا يسمح بسفر أولياء الأمور لخارج البلد بسبب أن أولادهم يلعبون كرة. بسبب إيش؟ أن أولادهم يلعبون كرة. أي نظام؟ نظام إيش؟ هذا حسب الرسالة. اسأل حسن. أي نظام؟ جهة العمل يمكن يقصد؟ ما أدري. انه ما يسمح لي انا كموظف اي نظام، أي نظام؟ يعني انه ممكن ما يسمح يعني في نظام في الدوله في تصريح على طول في نظام في الدوله اذا المشروع إذا عندك مشاركة رياضية فشل بالنسبه نظام قديم يعني قديم عندك موجود لا زال انت عندك مشاركه رياضيه وتمثل الوطن في حق انك تاخذ اجازه مده سنه اجازه رياضيه نظام الفيفا اعتقد انه تاخذها من حتى لو قطاعك مش رياضي يعني صحيح يعني لو تعمل مدرس ولا تعمل في وظيفه كل ما اعتاد ابو بدر يعني لا بس برد برد على هالنقطه والله باقي برجع انا سامح لك ابو بدر يا حبيبي تسلم و لكن هذه اتوقع انه يقصد ما في نظام يعني لما بجي باخذ بقول يروح مع ولده في ابتعاث رياضي بيقول لك ما في نظام نعم صحيح. اتوقع شكرا ابو اعتذر لك لا هو اعتقد اذا التفاصيل هذه انا والله واثق في الكابتن حسن الله يمسيه بالخير لكن اعتقد ان المشروع كتب عليه الفشل بشكل كبير اذا كان فقط محدد 18 وفوق لا اعتقد لابد يكون في حل لهذه لا بس انا لازم خل بندرك خلوا كمل فكره لازم نفرق احنا تفضل ابو ترى انا سامح لكم اليوم ايه قفل لي الموضوع ابو طيب لا انا اشوف اي فيصل كلامه صحيح نعم ونفس الشيء الكابتن يحيى ليش يحيى لما تكلم عن توسيع القاعدة هو بيتكلم عن مشروع عن موضوع آخر وهو صناعة البطل إحنا هذا المشروع لو تقرأ عناوينه هذا ابتعاث هذا تطوير وفرق كبير كبير أنا أيد الأخ فيصل هو لما يتكلم بيتكلم جانب صناعة البطل صناعة البطل هذه مراحل تبدأ من 7 سنوات البيت المدرسة بعدين الأكاديمية بعدين المركز الحي إلى أن يصل إلى النادي هذه مشروع صناعة البطل غير موجود عندنا الآن هذا مشروع آخر المشروع اللي الآن هذا 30 لاعب هذا مشروع تطوير حتى هذول ترى ما هو يعني أنا ما ترى عملية الموهوب تعريف الموهوب 50% هذا وراثي وراثة 50% أنت تنمية مهارات بالضبط تأهله هل هؤلاء فعلا هم موهوبين ترى هذه يعني ما هي يعني مهم أحد المدربين أبدا أحد المدربين من 7 سنوات ولهذا إحنا صناعة بطل لا يوجد لكن أنا أيد التطوير الآن هو تطوير تحسين أنا أشوف والله الأمير عبد العزيز اهتم يعني حتى من أيام الأستاذ تركي آل الشيخ نفس الشيء ولاحظ ترى إحنا نتكلم عن أخصائيين نفسيين وطاقة ذهنية لكن ترى لا تنسى الإدارة نفسها ترى هيئة الرياضة أرسلت الإداريين المشرفين على هذا المشروع إلى خارج المملكة وأخذوا دورات وتعلموا يعني اللي بيشرفوا على هذا المشروع ترى متخصصين بالضبط وفي حفظ للاعبين تتكلم على الآلاف المنافسات في الدوري السعودي صعب هذا اللاعب اللي عمره 18-19 يحصل على فرصة ففيها حفظ للاعب أبرز الشخصيات اللي اليوم مسؤولة عن هذا المشروع الأخ عبد الله حماد مدير معهد إعداد القادة اللي 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 ما يعرف تاريخ عبد الله حماد هو أحد الأشخاص اللي كانوا موجودين في أكاديمية سباير وهو أحد المشرفين على منتخب قطر اللي حقق البطولة الآسيوية اليوم شفنا يعني الفترة اللي راحت كانت المشاريع يعني توضع في غير أماكنها اليوم الحمد لله يعني شفنا معهد إعداد القادة أنا أشوف أنه كبداية أو مبدئي كدروس مبدئية للاعبين ومحاضرات وورش عمل أنا أعتقد أنه في مكانها المناسب احنا ما قلنا أنه حطوها في بنك الدم يعني لا 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 ما هو بنك الدم صحيح بس لا لا نقول في مكانها صحيح فيصل المشروع نرى أنه مفترض من فيصل عمر فيصل مبدئية هذه ورش عمل مبدئية معهد إعداد القادة يقدم معك أبو نواف أنا أكثر واحد دورات معك. أكثر من رائع مبدئية لكن المشروع أقول لك أبو نواف مبدئية هذه حسب نظام الفيفا شوف المادة 19 من نظام الفيفا
لا يحق للأندية استخدام لاعب أقل من 18 سنة من دولة أخرى إلا إذا كان والداه قد هاجروا لأسباب لا صلة لها بكرة القدم أو أن اللاعب والنادي لا يفصلهم أكثر من 50 كيلو عن البلد. أي عشان أنا أقولك لذلك النقطة هذه اللي مشكلة. خلينا بس أنا اسمح بقفل الموضوع بس أبو ضفاف بس خلينا أكمل المعلومة بس فأنا أقول لك عمل مبدئي يا أبو نواف. أنا ما راح أخذ اللعيبة طوالي إني الورش العمل بخليها لكم طوالي في إسبانيا. هم عندهم ورش عمل محددة حسب الجدول. ما قلنا شيء أخوك أنت ما فهمت اللي أبي أوصله. أنا أقول أعتقد أن مخرجات هذا المشروع اللي هو الإبداعات ما راح تكون اللي حنا نطمح له. ليش؟ لأن لا أنت قلت الخطأ اللي إنه معهد إعداد القادة ورش عمل قلت معهد إعداد القادة قلت لأنه أنا شفت الصور لو يستعرضون الزملاء الصور شفت صور اللعيبة أعتقد أنهم من 20 عام وفوق. قلت أعتقد أن المخرجات ما راح توازي هالمشروع الكبير فقط. لا هو أنت في نقطتين أنت تكلمت مع إعداد القادة وهو يعني سبحان الله وأخذ الكلام حتى من لساني كنت بقول نفس الكلام اللي قاله. شوف أنا أتفق مع فيصل أتفق معك في وقلناها قبل ثلاث حلقات هنا أنه أعمار اللاعبين اللي راحوا للابتعاث غير مجدي. ما هذه لا جدال فيها. أنت اليوم لما تأخذ واحد ابتعاث بغض النظر عن نظام ما نظام أنت تأخذ من عمر 14 15 16 17 بحيث أنه يجي في عمر 17 بداية حياته الكروية جاي جاهز بدنه جاهز فكره الاحترافي جاهز ناضج يعني الآن يدخل في إطار إيش التدريب على المشاركة صحيح. المشاركة اللي فيها تنافسية وفيها جمهور وفيها إعلام وفيها لاعب حقيقي محترف. هذه نقطة أنا متفق معك تماما فيها. وأنا أقول أنه المشروع يعني أنا أتفق معك في حكاية أنه مشاريعنا تولد خديجة يعني في شهر السابع ما اكتمل نموها ولهذا إحنا نطالب بالتقييم. يعني اليوم أنت لما تقيم أداء المرحلة الأولى من الابتعاث وتجد مخرجاتها مهي بالمطلوبة ما في مانع أنك تعيد تشكيلها مرة أخرى وتخليها تناسب هدفك الحقيقي اللي بعد 4 أو 5 أو حتى 10 سنوات. هذا نقطة. النقطة الأخرى أنت تكلمت عن معهد إعداد القادة وأنه يعني كأنه منشأة غير مهيئة أو يعني لا 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 بس بقول لك إيه بس يعني أنا لا لا عشان أوضح لك اللي فهمت أنا فأنا إيه بس بوضح شغلة إيه أنا أوافق بندر في كلامه. شوف اليوم مدير معهد إعداد القادة احترامنا طبعا للسابقين بس اليوم المدير الأستاذ عبد الله حماد رجل يعني ابن هالرياضة متعلم في هالإطار ومدرب وشارك في تدريب أندية وفي أكاديميات عالمية. فهو المفروض احنا اليوم ننتظر من عبد الله انه ينقل هذا الفكر او ما تعلمه او ما رصده من خلال تجاربه او مشاركاته ينقله واقعا في معهد إعداد القادة. وهذا للحقيقة فاختبس وهذا للحقيقة انه بوادر بدات صراحه لانه اليوم لما تستقطب كبار المدربين وكبار المناهج التدريبيه ومحاضرات لرياضيين عالميين وتتيحها يعني مجانا لمن يرغب والحضور يتجاوز ال 100 ومدري كم بدا المعهد عملها الفعلي فمعناته انه في عمل كبير قاعد. بس نصبر شوي وانا متاكد انه عبد الله انا اثق في وعيه أثق في هدوءه وليس رجل محب للأضواء أصلاً. يعني لو هم كان محب للأضواء كان يقول عملية يعني واضح إنه في الأخير حتى تطلع بخسارة. بس عبد الله يعمل في الظل وأتمنى إنه يستمر يعمل في الظل. صح. شوف خليني برضه أرجع لفيصل. يلا. أنا بدمج موضوعين موضوع الابتعاث موضوع المواليد أنت تكلمت فيها. أي. شوف هو تكلم عن موضوع معهد إعداد القادة وقال إنه لا يمكن تجهيز المبتعثين أو المواهب ذول في معهد إعداد القادة. البرنامج اللي تكلم عنه ترى هو شبيه بتهيئة الأورينتيشن تهيئة المبتعثين في وزارة التعليم أساسا. طب وزارة التعليم العالي لما كانت وزارة التعليم العالي قبل الابتعاث تسوي برنامج تهيئة للمبتعثين تعلمهم عن الأنظمة في الدول وعن وش بيواجههم بالضبط. فمعهد إعداد القادة من هالبرنامج يقوم بنفس الأمر بس عشان نفهم دور معهد إعداد القادة في هالبرنامج. أوكي خلينا نرجع الآن لموضوع الفكرة كفكرة فكرة الابتعاث اللي هي تنمية المواهب كفكرة ممتازة. ممكن نختلف على آلية التطبيق زي ما تفضلت بالنسبة للسن والعمر لكن خلينا نبدأ. وانت أي برنامج وأي فكرة متى تظهر سلبياته عندما تبدأ فيه لكن عندما تخليه بس فكرة وغير منفذ ما يمكن تكشف سلبياته. صحيح. فخليهم يروحون. أنا أعتقد أنه هو معايشة أكثر من ابتعاث ترى تدريبي. خلينا نتكلم عن الثلاثين لاعب. هل الثلاثين لاعب هذول لو جلسوا الآن في أنديتهم حيحصلوا على الفائدة نفسها اللي لو راحوا في أندية أخرى؟ صحيح. بالتأكيد لا.
أولا هنا حصة تدريبية يومية ساعتين، برامج تغذية أنتم تعرفونها، برامج تثقيف تعرفونها، لكن لما يروح الأندية الأوروبية حتى لو مشاهدة ومعايشة بالتأكيد حيستفيد. بعد كذا ممكن تقييم التجربة أنه والله لا زي ما تفضلت أنه العمر كبير ممكن احنا نخفض العمر، فهذا جانب مهم. أرجع موضوع المواليد، موضوع المواليد تقول مفروض أن احنا درسنا لفترة طويلة، ومعروف أنت إذا بغيت تقضي على موضوع شكل لجنة، لكن بالعكس جميل جدا أن بدينا فيه، خل السلبيات اللي تفضلت أنت ذكرتها خلها تظهر، وإذا ظهرت السلبيات سهل جدا أنك تعالجها. صحيح. فبالتالي أي موضوع احنا نحتاج إلى تعديلات فيه علينا أن نبدأ فيه، سلبيات بيظهر سلبيات، لكن طيب. أنا أشوف الفكرة لا في المواليد ولا في الابتعاث فكرة جدا ممتازة، ومع الأيام ممكن تظهر سلبيات اللي سهل جدا نعدلها. طيب خلينا نروح موضوع ثاني، يمكن تابعنا في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتحديدا مباراة العدالة وضمك، وأيضا مباراة الفتح والنصر، كيف كانت الجماهير مستاءة من عدم نظافة المدرجات والغبار اللي كان يغطي مقاعد الجلوس، وشفنا كيف كانت أيضا ردة فعل الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي السريعة والحاسمة، واللي أكدت انتهيت الملاعب من أهم مسؤولياتها وما في أي تراخي ولا مزح في هذا الموضوع، وتم إعفاء مدير الملعب وتوجيه انذار نهائي للشركة وفرض غرامة مالية. الرسالة كانت زي ما يقول المثل إياك أعني واسمعي يا جارة. مراسلنا المميز بدر العثمان اليوم كان متواجد في ملعب الأمير محمد بن فهد ولمح زي ما نشوف في اللقطة عمال النظافة والاهتمام واضح بنظافة المقاعد بالموية، يعني أحيانا وإن كانت القرارات قاسية إلا أنها تعطي نتيجة وتقوم حقيقة العمل، وهذا عمل إيجابي الآن بالنسبة للاهتمام. وزي ما قالت الهيئة العامة للرياضة مسؤوليتها في التدشين، في تدشين الدوري، أنه عند المسؤولية بيئة الملاعب وتهيئة الملاعب هي مسؤولية الهيئة العامة للرياضة. أبو ضفاف تعليق. شوف أول شيء أنا أقول شكرا للجمهور بصراحة، لأن الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي هو اللي كشف الكثير من السلبيات من ضمنها ما حدث في ملعب الأحساء، فأشكر الجمهور وأتمنى يواصلون كشف كل سلبيات، لأنه بالأخير إحنا تبحث عن منتج جميل. بعد كذا نجي نشكر المسؤولين اللي تجاوبوا مع ملاحظات الناس، فبالعكس أمر إيجابي جدا. و أيضا في مسؤولية أخرى على الجمهور ترى، يعني أيضا المحافظة على المنشأة بعد المباراة، يعني لا نكون بعد شعب اتكالي على شركات صلاح. الصيانة صحيح. بأمانة هذه ترى يعني نقطة مهمة يا أبو إيه جدا مهمة، يعني لو كل شخص نظف المكان بعد ما تنتهي المباراة هذا ما هو عيب، هذا سلوك عظيم طبعا. بالضبط. فاليوم هذه الثقافة الحقيقية. صحيح. المشجع عليه أن يكشف السلبيات إذا وجدت عبر التواصل الاجتماعي، وهذا جانب. المسؤول يتجاوب مع هذه الملاحظات، وأيضا أقول أنه المشجع عليه أن يساهم، لأن بالأخير هذه المنشأة المين ترى للمشجع اللي جالس على الكرسي، فهي هي كمنظومة متكاملة الصراحة. أستاذ يحيى جابر. أنا طبعا ما بضيف على الأستاذ مساعد، لكن لفت انتباهي في الموضوع اللي هو التنظيف، عندنا شركات صيانة، يعني العمالة هذه لفت انتباهي عدم تقييدها بزي يعني زي كذا مبهذل وبرمودا، ويعني شغلة مزعجة شوية، خصوصا تعطي منظر للعمل، وهذه شركة رسمية عندها مستخلصات وعندها مبالغ وعندها أمور، كان ممكن أنها تقدر توفر لهم ملبوسات يعني جيدة تعطي شكل عام، حتى لو مثلا زي صور هذه التقطت اللي في صور يعني لا يعني تحسسك ان في شركه مش عمال جايين من اي مكان، تعرف باللبس فتحت لهم موضوع ثاني كذا يعني. لكن بالنسبه لل يعني كل ما طلعت لك واضح انه هذا عماله يعني من نبحث عن مثاليه استقطبوا فقط لي واضح ان القرار كان مؤثر. فانا والله انا شفته يعني عامل حتى قرارات الهيئه كانت يعني قويه. اي والله قرارات الهيئه قويه وممتازه، وهي يعني زي ما تقول صدى سريع، وتقبلت الموضوع بأريحية. لو في يعني تشنجات أو أمور كان ممكن عاقبوا الشخص اللي صور، عاقبوا الشخص نعم اللي ما كبرت الهيئة، لكن لما يأخذون بسلاسة ويتقبلوا مثل هذه الأمور زي ما قال الأستاذ مساعد، أنه لما شخص يعني هو إدراك للمسؤولية يسلط الضوء على شيء ما هو مسيء، يعني حاجة مثلا مدرجات أو أشياء غير مسيئة مثلا أمن البلد أو كذا أشياء بسيطة وكذا، فيفترض على الجهات الحكومية مش حتى للهيئة العامة للرياضة أنها تتقبل هذا المجاوب. صح. فيصل مطرف. ما في شك أنه ممكن أبرز أحداث الجولة اللي هو قرار الهيئة السريع وتفاعلهم. الآن المشجع يعني يحمل وسيلة إعلامية معه بجواله. صحيح. الآن ما يحتاج أنه فرضا قناة تجي تغطي الحدث أو صحيفة، ما
مجرد أنه يدخل في تواصل اجتماعي وينقل الحدث مباشرة. الهيئة لما أعلنت استراتيجية الدعم كان من أبرز المحاور هي تحفيز الحضور الجماهيري، اللي بإمكان الجماهير الحضور في المباريات وتقديم مبالغ كبيرة للفرق. مقابل هذا الدعم لابد أنها تحرص على توفير بيئة حضور جاذبة للجماهير. فلما تفاعلت الهيئة بشكل مباشر مع هذا المنظر اللي ما كان يليق في مباراتين، كانت مباراة العدالة وأيضا مباراة في الفتح والنصر، الفتح والنصر وضمك والعدالة وضمك إيه، فلذلك كان في قرار مباشر وإعفاء لمدير الملعب لهذا الجانب. لذلك الهيئة كانت حريصة جدا على حضور الجماهير وكل ما يهم المشجع. اللي أنا استغربته، وإذا أنتم تصححوا لي، أنه كان في خبر في بداية الموسم من الهيئة العامة للرياضة أنه تكليف لمدراء المكاتب الهيئة أنه يكونوا في متابعة كل حضور المباريات، حضور المباريات. فأنا استغربت أنه فرضا ما كان في متابعة من مدير مكتب قبل الدوري، كان في تكليف من الهيئة لمدراء المكاتب بحضور المباريات، لحضور المباريات لا، وتقديم تقارير عن كل المشاكل. هذا الخبر عندي أيضا مهم ويوازي نفس الخبر، لأنه هذا اهتمام من سمو الأمير عبد العزيز بكل المباريات اللي في الدوري وتذليل كافة الصعوبات اللي تواجه الجماهير في كافة مباريات الدوري، وهذا دليل أيضا اهتمام. الخبر أيضا المهم أنه الهيئة ما فرضا اهتمت بحضور الجماهير فقط، وفرضا في الجانب الآخر شفرت الدوري، أيضا قدمت نقل مجاني لكافة مباريات الدوري، وحتى قدمت منصة نقل على مستوى المباريات. لذلك قدمت كل الخدمات للجماهير وحفزتهم على الحضور، وقدمت كل التسهيلات بحضور مدراء المكاتب على مستوى كافة مناطق المملكة، تفاعل أكثر من رائع على مستوى الهيئة. أبو لما، أنا ما فاجأني الأمير عبد العزيز بن تركي، ترى شوف أول ما تولى المهمة في أول أسبوع زار استاد الأمير عبد الله الفيصل، صحيح، وكان يعني حريص جدا على إنه الملعب لازم بعد سنوات من غموض المشروع توقف، هل هدوا الملعب إيش حيصير؟ في الأخير طبعا اتخذ القرار الحاسم، والآن الملعب يقولوا بعد 6 شهور حيكون جاهز. فواضح جدا إنه الأمير عبد العزيز من بداية تولية المهمة كان يهتم بالمنشآت، وطبعا هذا يشوف اي واحد يهتم بالتطوير. حتى شفت انت عندك ملعب الحسب ولا ما؟ انا قلت ملعب الحسب على صعيد شخصي، انا اول مره اشوف ملعب الحسب بهذا الجمال، الجمال في الارضيه جميل صراحه. شوف اللي هي في الفتره الاخيره في اهتمام بالمنشآت، هو نفسه يدرك. يعني انت الان شوف اي رياضه فيها تنافس، رياضه تنافسيه، هي 3 امكانات. عندك التمويليه وهتم فيها اللي هي عمليه دعم الانديه، الفلوس التمويليه، وعندك البشريه مثلا زي هذا مشروع الابتعاث، هذه اللي هي الامكانات البشريه، واخيرا الامكانات الماديه، والمقصود فيها المنشات والاجهزه وكل شيء. هذه لا يمكن لاي دوله انها تتقدم او تتطور على مستوى الرياضه التنافسيه في اي لعبه إن كانت الا بالاهتمام بالامكانات الثلاثه هذه. انت الملاعب الان صراحه انا بنعاني، احنا نعاني ليه؟ لانه معظم الاستادات هذه والمنشات دي موجوده من ايام الامير فيصل بن فهد الله يرحمه ويسكنه الجنه. قفزتنا الكبيره حتى لما حققنا بطوله اسيا وصلنا لكاس العالم كان بعد الله بفضل الاهتمام بالطاقه البشريه هذه والامكانات التمويليه، كان في فلوس وايضا الامكانات الماديه، كانت في ملاعب هائله. الان انت عشان تتطور لازم ايضا تهتم. شيء جميل طبعا ان الامير عبد العزيز بدا يهتم بهذا الجانب، حتى معالي الاستاذ تركي آل الشيخ من العام الماضي ايضا يهتم بهذا الجانب، ولكن احنا نبغى زياده. الان كل نادي الملاعب هذه ما تكفي، الان الهلال يحتاج الى استاد اخر، النصر نفس الشيء، الشباب نفس الشيء، هذه ان شاء الله تكون في الطريق. احمد الفهيد، القرار اللي كان يعني قرار قوي جدا على مستوى اعفاء مدير ملعب، انذار للشركة، غرامة مالية، اليوم تشوف في ردة فعل عند مدراء الملاعب بشكل واضح، وكان الرسالة وصلت انه ترى هذا الموضوع يا جماعة ما راح نتراخى فيه ابد. طبعا هذا كلام انا اقول صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، يعني قد يبدو من وجهه انه هادئ ورايق سمح، صحيح، وهذا خلقه ان شاء الله، صحيح، لكن يبدو انه في الخطا لا يرحم، وهذا مطلوب ترى من المسؤول. طالما انه انا اعطيت الامكانيات من الدوله وسهل لي كل شيء في ما يساعد في دعم كره القدم والرياضه السعوديه، اذا انا مسؤول امام الله اولا ثم امام هذا
المسؤولي وثقفيني، احنا نتكلم عن الملك الله يحفظه وولي عهده الله يحفظه، ثم امام المواطنين اللي كرة القدم تشكل جزء كبير من 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 بهجتهم ومن من متابعتهم ومن 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 من ذاكرتهم. فأنا لما أتكبد عناء أني أروح الملعب ولا أجد خدمات، لا موية، ولا أجد الله يعزكم دورات مياه نظيفة، حتى لما يصل الأمر لأنه المقعد اللي يجلس عليه ما أقدر أجلس عليه، معناته إحنا وصلنا لمرحلة من التبلد واللا مبالاة واللا مسؤولية قاتلة. طبعا ما يعني أنا ما أعرف السبب، كل ما نعرف سبب مباشر، هل هو تقصير من الشركة؟ ليش؟ طيب ليش تقصير من الشركة؟ اللي ما أخذت أموالها، أخذت أموالها، إيش دور مدير الملعب؟ ماني مسؤول عن إني أعرف السبب. أنا معرفة بالنتيجة، النتيجة تقول إنه ما حدث في هذا الملعب لا يليق بدوري الأمير محمد بن سلمان المحترفين، لا يليق بمنشأة عظيمة صرف عليها مئات الملايين، لا يليق بكرة القدم السعودية اللي تتربع في يعني في 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 وسط اهتمام كل مواطن سعودي. كل مواطن سعودي اليوم يتابعها الكبير والصغير، المسؤول والطالب، الكل. فإذا اللعبة ذي المهمة أنت ما تهتم فيها، ما تهتم في تفاصيلها، تزعل. يعني العام الماضي كانت الأرضيات الملاعب وصار عليها إشكالية كبيرة وزعلت الأندية وزعلت الجماهير، ومحق لهم ذلك، حق لهم ذلك. المرة ذي الآن وصلنا إلى نظافة الملاعب والمقاعد اللي يجلسون عليها. إذا لما يؤخذ على يعني يؤخذ على هذا الأمر بيد من حديد ويتصدر القرارات مثل هذا القرار، ستمتد سلسلة إيش؟ الإهمال ستمتد. بالتالي الأمير اليوم مش مشكورا طبعا، يقوم بواجبه الوطني، يقوم بواجبه كمسؤول كمؤتمن، ونقول الله يقويك. وإذا شلت واحد مقصر فيه درس، في آلاف غيره أكفاء ويقدرون يقومون بالمهمة. الأصل إنه هذه المنشآت اللي يعني دفعت الدولة مقابلها يجب أن تكون منشآت نظيفة ومحترمة ولائقة بالناس وباللاعبين وباسمنا إحنا، باسم رياضة. تستقطب ما تنفر، وتستقطب ما تنفر. طبعا تستقطب. بندر راشد، لقطة قالها مساعد العبدلي حتى على الجماهير مسؤولية، عشان صير واقعين. هم فعلا عندهم الآن مع التواصل الاجتماعي وتطور التقنية أصبح فعلا هو راصد، هو مراقب، هو يستطيع تقديم هذا الموضوع. لكن في جانب آخر موضوع الثقافة والوعي، هذا موضوع مهم أيضا. بالضبط. والله بدر أنا تعبت نفسيا، أنا تعبتوني نفسيا اليوم وامس وكل حلقة. لا أنا صرت أعرف لأبو بدر الأسئلة هذه أجيبها بعد ما أخلص، هو الأكثر واحد بيجاوب عليها. أنا أبو بدر واحد أبد. طول عمرك. أنا أعتقد أنه إقالة مدير الملعب هو درس لكل مدراء الملعب، ودرس لكل مسؤول اليوم يعمل في الرياضة السعودية، أنه فيه ناس يتابعون، ناس متواجدين اليوم يتابعون الصغيرة والكبيرة، أراء المشجعين. يعني اليوم لما نرجع لاستراتيجية دعم الأندية، البنود كثيرة لكن أغلب البنود خاصة بالحضور الجماهيري والتسويق ودعم الجماهير، والمبالغ اللي ستأتي للأندية يعني تقريبا ما يقارب 15 مليون مقابل حضور الجماهير. طيب أنت اليوم قاعد تحفزني للحضور الجماهيري، يجيني مسؤول في الملعب مقصر في نظافة الله يكرمكم دورات المياه في المقاعد، إذا أنت اليوم الأشياء الإيجابية مش موجودة لي في الملعب. خاصة أنه الأمير عبد العزيز ذكر أبو لما كلمة أنه بعد تعيينه مباشرة حضر ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة، حضر في استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض واستاد الملك فهد، كانت مشكلة أرضيات الملاعب وجهزها، الأمور الخاصة في الملاعب لأنها هي البيئة المستقطبة اليوم للجماهير. أنت اليوم جالس تبحث عن الحضور الجماهيري، إذا ما هيأت لهم بيئة الملاعب إذا أنت ما قدمت الشيء. صار الهيئة وأنت عارف يعني بندر، كنا أنا وياك موجودين في صحيح في الحفل، كان فيه اهتمام في مسألة البيئة الملاعب بالضبط. فوت 10 مليون هذه ايه انا اقول لك يعني ايه كان صراحه في شغل كبير كان من هيئه الرياضه، خاصه اضافه الى ذلك عبد الرحمن ايه اليوم الهيئه ترى موقعه مع عدد من الشركات وتدفع ملايين الريالات شركات الصيانه. صحيح. نعم. اليوم انا كهيئه الرياضه عندي عقود بالملايين شركات الصيانه، اذا انت اليوم كمدير ملعب
إذا ما حسبت شركة الصيانة وأنت المسؤول اللي متواجد عن طريقي أنا. طبعا هذه تقديرات بس اللي هم أهم شركاء معي برضو في البرنامج على هالهاشتاج. ما أنا شوفت. أعرضها إيه كمل كلامك. فاليوم لما نتكلم أنه أنت كممثلي كهيئة الرياضة كمدير ملعب يعني لم تتطرق لهذه المشكلة ولم تشعر هيئة الرياضة بهذه المشكلة. برضو بندر السؤال هذا بوجهه لك. ممكن تعلمنا ما هي صلاحيات مدير الملعب في أي استاد في المملكة؟ مدير ملعب زي مدير المدرسة. بالله عليك كل شيء عندي أنا مدير الإدارة. أنا اليوم مدير إدارة ملعب. النظافة، الموظفين، العاملين، صلاحيات الدخول، صلاحيات الخروج، ممكن تنظيم المباراة عند الرابطة، تجهيزات المباراة كلها عن طريق إدارة الملعب. طيب يقول لك ويشكر مدير ملعب الأمير محمد بن فهد على الصيانة والتنظيف، ولكن الحاجز والفاصل الموضوع للإعلاميين في مدرجات الجماهير مؤرقة أو موقعها خطأ وعدم فتح أبواب كافية لخروج الجمهور مما يتسبب في تدافع واختناق الجمهور. ترى الملاعب الأندية وملاعب الهيئة العامة للرياضة وحتى الأندية الأسوار أو إنه بعض الحواجز ما تقدر تغير فيها شيء إلا من الهيئة العامة للرياضة. يعني مدير ملعب ما يقدر يغير فيها شيء، لكن مسؤولية نظافة، مسؤولية ترتيبات وتجهيزات، لا هذه مسؤولية مدير ملعب. لكن زي اللي قال فرض التصاميم هذه أساسا تصاميم الملاعب قديمة بس ما يقدر مدير ملعب والله يشيل تعديل صعب فيها أقول الحاجز بس فتح بوابات لا فتح بوابات دخول هذه يعني فعلا خطير جدا لما تفتح بوابتين أو ثلاث في عندك 15 ألف متفرج. هذه لأن الجمهور في استاد الملك فهد له سنتين يمكن بندر حضر في فترات ماضية كان يدخل في بوابة واحدة اللي هي بوابة المنصة الرئيسية فكان جدا. هذا سبب صحيح بس جيد أن الجمهور يطرح ملاحظات هنا أو الإعلاميين لأنه وجيد أنه في فريق في هيئة الرياضة يحضر ملاحظات مهتم يعني جمهور الهلال مستمتع جدا في ملعب نادي الهلال يمكن من أفضل الملاعب الآن لكن عنده مشكلة فقط ووصلها لإدارة الهلال فقط في مشكلة المواقف السيارات الوصول إلى المدرجات لكن كل الخدمات على مستوى المدرجات أكثر من رائع. ملعب الجامعة ما هو تابع لها أيوة. هل مدير الملعب تابع للإدارة؟ مدير الملعب كان التواصل مع إدارة نادي الهلال هذا السؤال مدير الملعب تابع لمن؟ تابع للجامعة؟ لا تابع للجامعة وأيضا شركة صلة لا زالت في المجتمع. طيب النشيط الزميل العزيز بدر العثمان أيضا تواجد في تمارين المنتخب السعودي خلونا نتابع تقرير عن المنتخب السعودي. وصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم تدريباته لليوم الثاني على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت قيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد وذلك ضمن استعدادات المنتخب لتصفيات كأس العالم 2022. إن شاء الله تكون الفترة الجاية فترة إيجابية لنا كلاعبين إن شاء الله وبإذن الله أننا على أتم استعداد لهذه المباريات وإن شاء الله بإذن الله نكون من حسن ظن الجميع ونظهر بصورة جميلة بإذن الله. أجواء جميلة بصراحة يعني الفترة هذه أنت يعني لازم تكون قريب من اللاعب اللي أصغر منك يعني تقبل منك كل شيء خاصة في أمور الملعب. إن شاء الله بإذن الله أن نكون مساعدين بعض ونكون كلنا في خدمة وطننا بأفضل حال إن شاء الله. يعني أشوف أن الفرق اللاعبين كلهم يعني جاهزين إعداد مع الأندية. جو جاهزين عند المدرب هنا إن شاء الله. إن شاء الله أنهم يطبقون الشيء اللي يحتاجه المدرب ويظهرون بصورة إيجابية إن شاء الله. كما قرر الجهاز الفني للمنتخب استبعاد المدافع محمد ألفتيل من المعسكر بناء على تقرير الجهاز الطبي حول حالة اللاعب الذي تعرض لألام في العضلة الضامة وشهدت التدريبات انضمام اللاعب فراس البريكان بعد شفائه من نزلة البرد التي تعرض لها ويستمر معسكر الأخضر حتى 9 سبتمبر الجاري وتتخلله مباراة تجريبية أمام منتخب مالي في 5 من هذا الشهر على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام قبل مواجهة اليمن على ملعب البحرين الوطني في المنامة في 10 من الشهر ذاته. من الطبيعي أنك تدور منتخبات أنك تحضر نفسك للمباراة إن شاء الله بإذن الله أن تكون مباراة جميلة مفيدة للفريق بغض النظر عن من كان الفريق اللي نقابله لكن إن شاء الله تكون خير استعداد للمباراة بعد.
كابتن يحيى جابر عن المنتخب السعودي المدرب الجديد تشكيلة المنتخب السعودي تكلم عن مباراة بعد بكرة ودية ننتظر أيضا مباراة اليمن في البحرين أولى مباراة التصفيات طبعا بالنسبة للمباراة الودية القادمة بينكشف فيها الكثير من الأهداف الفنية اللي عدها المدرب الفرنسي طبعا الجهاز الفني الجديد جهاز مدرب محترم صراحة نعم ويعني عمل جهد كبير مع المغرب وهو يمكن شاهد المنتخب السعودي في كثير لكن كعمل ميداني مع المنتخب بتبان بداية مشواره الفني حيبان من المباراة الودية وأيضا يبغى له وقت برضه ممكن نشوف المباريات القادمة أي حلو فحتتضح يعني ما تأخذ حكم عليه أي والله حتتضح طريقة اللعب أيضا أسلوب اللعب التشكيلة اعتمادها على اللاعبين يعني بيبان المباراة الودية القادمة حتكشف الكثير من الأشياء اللي يترقبها الجمهور السعودي وأيضا المتابعين لهذا المنتخب إن شاء الله يكون المنتخب بداية جديدة له إن شاء الله أنه يتأهل وطبعا لا أخفيكم أنه يعني في المنافسات القادمة طبعا في منافسين شرسين جدا والمنتخب السعودي عليه يعني مسؤولية كبيرة ويحتاج إلى الكثير من الأمور إن شاء الله أنها يعني تتحقق جميعها ونشاهد المنتخب بطل إن شاء الله ومتأهل بإذن الله بإذن الله طيب خلينا نستعرض معكم جدول مباريات المنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022 يستعرضونها معي الشباب عشان نشوف المباريات بالنسبة للمنتخب أبو لما صراحة شوف صراحة خلينا نكون اليمن السعودية السعودية سنغافورة شوف بالتواريخ فلسطين السعودية أوزباكستان بالنسبة للسعودية شوف سنغافورة ماليزيا أوزبكستان اليمن يعني مع الاحترام المملكة أو المنتخب السعودي في كفة وهذا المنتخبات في كفة ما في ماليزيا فبإذن الله تعالى ما في ماليزيا لا أوزبكستان سنغافورة واليمن وفلسطين فشوف مملكة المنتخب السعودي يعني أكيد هو الأقوى التاريخ فإن شاء الله تعالى طبعا المباريات أنا أتوقع أنه المنتخب يتجاوزها هي طبعا أول مباراة مع اليمن متفائل جدا بالمدرب صراحة يعني المدرب الاسم يعني أحيانا أنت في مدربين تقول والله هذا غامض ما نعرف تاريخ وننتظر استجربنا مع الاسم بعدين تكون لا بس هذا أثبت هذا حقق بطولتين في أفريقيا مع منتخبين مختلفين مدرب من أحسن مدربين في العالم صراحة يعني أنت جبت اسم ومحقق نجاحات مع منتخبات في مستوى المنتخب السعودي فبالتالي عنده تجارب مع هذا الفكر نعم. أو مع هذا المستوى من المنتخبات أيه. أنا إن شاء الله أتوقع عندهم المباراة يوم الخميس مع مالي هذه الودية تمهيدا لمباراة اليمن أتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله تعالى قدها قدود المنتخب نعم أستاذ سعد مدرسة فرنسية خلينا نقول مدرسة جديدة على المنتخب السعودي شوف طبعا ما في في كرة القدم مدارس كثير ممكن يتفقون أنه المدرب في شخصيته هيرف رينارد انا كتاباته كثير يحيى يناظرك ما ادري هو مقتنع انه ما في مدارس ولا يعني ما في لا في بالاخير المدرب الناجح ممكن يجيك مدرب من سويسرا زي جروس ما فلسفه بالضبط يعني سويسرا ما فيها مدرسه كرويه اسمها سويسريه وفي مدربين سويسريين ناجحين نعم. حتى الاهلي المصري مستعقد مع مدرب سويسري والاهلي المصري دائما يجلب مدربين متميزين حلو هيرف رينارد الميزه اللي انا اشوف شخصيا فيها انه هو الرجل متخصص تدريب منتخبات وهذه ترى جدا ممتازه فانت دائما تبحث عن المدرب اللي يعني يتخصص في منتخبات لانه يستطيع ان يختار اللاعبين المتميزين من الدوري لكن لما تجيب مدربين اللي عملوا مع الانديه يختلف الوضع يختلف حتى طريقه حصص التدريب كل هذه الجوانب صحيح. فانا اشوف الجانب الايجابي في اختيار السيد رينارد هو انه مدرب منتخبات وبالفعل شوف يمكن من اصعب البطولات على فكرة القارية في العالم ترى بطولة أفريقيا ليش؟ لأنه أفريقيا يمكن أكثر دولة في أكثر قارة في العالم فيها محترفين في أوروبا على مستوى أوروبا فالصراع فيها شرس والمنتخب اللي حق البطولة الأفريقية هو منتخب قوي جدا هذا الرجل عمل كبير مع منتخبات أفريقيا ونتمنى له التوفيق مع المنتخب السعودي خصوصا أنه أنا يمكن تكلمت عن أنه القائمة جدا متميزة والكثير قالوا أنه وجود الثمان أجانب بيكون صعب أنك تختار لاعبين الحقيقة استطاع رينارد أن يختار لاعبين ولاحظ ترى كل يمكن 95% من الموجودين
أساسيين في أنديتهم، يعني ما هم من الدكة جايين. فالرجل واضح أنه يشاهد، وبعدين يشاهد كل الفرق، ويمكن محمد السالم الرائد كويبي بالاتفاق، دليل أن هذا الرجل شاهد. أنا أتمنى شخصيا بعد انتهاء هذا المعسكر يتابع أيضا الدرجة الأولى، خصوصا مباراة الدرجة الأولى يوم الثلاثاء والأربعاء، يعني ما تتعارض مع دوري محمد بن سلمان. لو نرجع 30 و40 سنة ورا منتخبات العالم، لا مصح ما يكون فيها، لا 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 خلينا نرجع، ما علينا من منتخبات العالم، احنا علينا من منتخبنا. عرف انا اسمح لي كرة القدم كيف ما علينا ابناء دعيع من وين جو؟ من الطائي. شايع النفيس من وين جاء؟ من الكوكب صح؟ يعني ما الذي يمنع هذا المدرب طالما هو موجود ان يتابع عندي الدرجة الاولى، خصوصا ان عدد اللاعبين السعوديين اللي يشاركون في الدرجة الاولى اكثر من اللاعبين السعوديين اللي يشاركون في دوري محمد بن سلمان. انا ما اقول ينسب، هو عنده دوري محمد بن سلمان لكن عنده يومين فاضي فيهم في دوري الدرجة الأولى يتابع، يعني ما يمنع أنه يجد حارس مرمى متميز، قلب دفاع، رأس حربة، تحصل اسم اسمين قصدي ليش لا. طيب خلينا نروح أوقف مع الفاصل الأول وارجع أكمل مع ضيوفي في الحلقة. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الدوانية. في بيان صدر اليوم عن الاتحاد السوري لكرة القدم، قرر الاتحاد عدم استدعاء لاعب الهلال عمر خربين لاستحقاقات المستقبلية بسبب اعتذاره لظروفه الخاصة عن الالتحاق بمعسكر منتخب سوريا الحالي استعدادا للقاء الفلبين في تصفيات كأس العالم. وقال الاتحاد السوري في كرة القدم أن ما فعله خربين يعد تكرارا للاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية بعد دراسة خطاب الاعتذار الذي أرسله اللاعب. كما أوضح اتحاد الكرة السوري أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن تمثيل المنتخب. فيصل المطرفي تعليقك على هذا الموضوع. والله في البداية نشيد بمستويات الكابتن عمر خربين وعودة النادي الهلال، يشكل إضافة كبيرة يعني افتقد الهلال في الموسم الماضي، لكن هنا سمعنا طرف واحد الآن اللي هو الاتحاد السوري، وأكيد أنه الكابتن عمر لديه ظروف يعني من شأنها أن ما التحق بالمنتخب السوري، ودائما يكون فيها تنسيق ما بينه وبين إدارة النادي، لا بد نسمع الطرف الثاني. لكن الأهم في هذا الموضوع اللي هو الإشادة بمستوى الكابتن عمر خربين وما قدمه مع نادي الهلال وتشكيله إضافة مهمة. يمكن الفريق الهلالي في الموسم الماضي تشكل عبء كبير على الكابتن قومز في مقدمة الفريق، وكان هو فقط اللي يمثل الفريق في الجانب الهجومي. عودة الكابتن عمر خربين شكلت إضافة مهمة للفريق على الجانب الهجومي، وأعتقد أنه بيشكل ثنائي مهم مع الكابتن قومز في الفترة القادمة. بندر راشد، انت تشوف انه هذا القرار وين كان من حق الاتحاد السوري التعاطي مع هذا الموضوع؟ هو دائما، لكن اذا جينا مثلا حمد الله كان عنده اعتذار مع منتخبه وكان الموضوع طبيعي ثم الان يضم مره ثانيه للمنتخب. والله شوف عبد الرحمن، يعني لما تكلم اليوم عن اللاعب عمر خربين، يعني انا اشوف في تويتر قبل يومين في مباركه بمناسبه قدوم مولود للاعب، ممكن انه هذه واحده من الظروف اللي منعت اللاعب عن الانضمام للمنتخب السوري، ولكن انا اعتقد انه هذا لاعب سوري مع اتحاد سوري. كوترا يبغى المنتخب السعودي يجتمعون. انا والله اني بتكلم عن المنتخب السعودي. والله يا ابو لا اعطيني المنتخب السعودي خليك في الموضوع. اي والله يلا تكلم عن المنتخب السعودي. لا في موضوع خبير يبغى يتكلم صراحه. طيب انا اقول انه انا بتكلم عشان قاطع بندر بس. يعني انا اشوف انه قرار الاتحاد السوري من حقه، طبعا هو يرى انه في لاعب يرفض تمثيل منتخبه الوطني فمن حقه، وهذه يعني الحادثه صارت في يعني حتى عندنا مثلا في المملكه في الخليج، يعني من حق رئيس الاتحاد
في تلك الفترة أو في هذه الفترة اللي يحصل فيها الحادثة أنه يقرر ما يرى أنه يحفظ حق الاتحاد وحق المنتخب الوطني وحق اللعبة صحيح. وما يقرع به اللاعب، لكن المقابل قد يكون عند عمر خربين ظرف، قد يكون الخلاف مع رئيس اتحاد اللعبة، قد يكون الخلاف مع مدرب المنتخب. أنت الآن تستشهد بعبد الرزاق حمد الله أنه يعني خرج معسكر المنتخب والمشارك في البطولة والآن يعود للمنتخب. سؤالي لو كان المدرب موجود هل كان سيعود عبد الرزاق حمد الله أم كان خلافه أساسا مع المدرب اللي هم الآن يعني صحيح. فهمت فكرتي؟ فهمتك. إيه، فلما جاء مدرب جديد عاد عبد الرزاق حمد الله على أساس أنه الأمور رجعت، يعني كان خروج المنتخب ليس خلاف مع 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 اتحاد اللعبة وإنما خلاف مع لاعبين ومع مدرب. بالتالي نقول يعني أقرأ الآن خربين الخلاف مع اتحاد اللعبة قد يكون مع اتحاد اللعبة أو مع مدرب الفريق أو مع أفراد في اللاعبين في 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 المعسكر نفسه. محمد صلاح النجم العالمي الكبير دخل في إشكال كبير مع اتحاد بلاده فيما يتعلق بحقوق صحيح. رعايات وإعلانات، مشكلة كبيرة وبيانات و وخطابات، وكان ممكن يعني لو كان يتمتع اتحاد الكرة المصري بالجرأة نفسها وأنه صار في اتحاد رئيس اتحاد عنيد كان ممكن أن يوقف محمد صلاح رغم عالميته ورغم، لكن الاتحاد المصري وقتها كان يرتكب خطأ كبير يعني، فبالتالي اضطر أنه يعني يحتوي الموضوع. استقال أصلا الاتحاد المصري عادة. كيف؟ في نفس البطولة بعد الحادثة على طول لعب اي لانه الاتحاد ما اتخذ قرار، يعني الاتحاد رأى انه مخطئ، الاتحاد نفسه ارتكب خطأ حلوها مع مدير او حالوا الخلاف كله مع مدير اعمال اللاعب وليس مع اللاعب، وبالتالي يعني احتوى الموضوع وقدروا على انه اللاعب يلعب ويمثل بلده ويكون سبب في فوزه يعني. نعم، وقدر يكون سبب في زعل بندر، بس والله انا بندر احس انه بيزعل. لا قبل لا يتكلم تخوش خلينا نكمل ابو ضفاف، احنا نخلص من احمد الفيت تجينا انت. لا لا انك بتروح ما يصير، تعبنا احنا نفسيا. يلا شوف زي ما تفضل الزميل احمد، اوكي من حق الاتحاد السوري انه يتخذ القرار اللي يراه صح، بس خليني برضو اللاعب، يمكن فيصل قال احنا ما سمعنا الطرف الاخر اللاعب. هل الافضل ان اللاعب يلتحق بالمعسكر ايا كان، ترى مو الشرط الكابتن عمر، هل الافضل ان اللاعب يلتحق بالمنتخب وهو غير قادر نفسيا ومعنويا على العطاء او يعتذر؟ هنا السؤال مهم، ترى الافضل ان يعتذر ولا لا؟ نعم، يعني حسب تصنيفك للاعتذار يعني كل 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 بيئة تصنف الاعتذار، هو حسب بيان الاتحاد. لا 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 دراسة الاعتذار، لا لا حسب البيان. أنا أقصد بعد دراسة الاعتذار، لا ما أتكلم لا أتكلم بشكل عام يعني ايه؟ ما أتكلم عن اعتذار. في بيئة يعني فيه ناس يصنفون الاعتذار وخيانة، يعني يقوم مقام الخيانة. لا لا إشكالية كبرى. لا ايه طبعا يعني لا لا أنا ما، لكن في البيئات المنفتحة اللي ترى أنه لحق اللاعب اللي ما راح يعطيني زي ما قال بضفاف بمزاج عالي وبأداء، عشان كذا أنا أقول لاعب واعتذر ممكن اتفاهم ظروف يقول خلاص، بس عشان كذا ما انا ما قصدي ابو فهد ابو بس تفضل. انا قصدي ابو بدر انه في البيان، حسب البيان اذا انا قراءتي صحيحه البيان انه تم دراسه الاعتذار، الاعتذار اللي قدمه تم دراسته والاتحاد يرى بان هذا الاعتذار ما يتناسب مع انك تعتذر. بس بالاخير اقول لك الجزئيه انه اللاعب هو اللي يشعر انه غير قادر على العطاء، بالتالي عليك انك تحترم رغبته. أما حكاية إنه نربط الكرة بالخيانة، أنا هذا الجانب صراحة في ناس تربطها، أنا ضد بس في ناس تربطها إيه. بس خليني أرجع موضوع حمد الله. لا شوف، أنا أعتقد إنه في مشكلة في الاتحاد السوري مع بعض اللاعبين، وأنا أذكر قبل يمكن 6 شهور كان في حتى مشكلة على موضوع قيادة المنتخب، الكابتن أحمد ما أدري مين مع عمر السومة، ففي مشكلة في الاتحاد السوري ويبدو إن هذه المشكلة مأثرة على الكابتن عمر ربما. أنا أقول بالنسبة للكابتن حمد الله، لا بالفعل في مشاكل أحيانا في الاتحادات. شوف الكابتن حمد الله المدرب الحالي للمنتخب السعودي رينارد ما استدعى لكأس العالم، اي لانه كان في مشكله بين المدرب واللاعب. حلو، وكان تاثر حمد الله، ولما جت تصفيات النهائيات امم افريقيا يبدو انه في ضغط على المدرب واستدعى حمد الله، ومع ذلك حصل اللي حصل في المعسكر واستبعد. الان في مدرب جديد اللي هو وحيد خليلوفيتش ما استدعى حمد الله ترى. اذا اعطيك انطباع لا انه في مشكله في الاتحاد المغربي ربما مع حمد الله. الاتحاد كيف؟ نفس الاتحاد. أوكي. يعني هذا التشكيل. بس حمد الله مصاب عشان كده. لا بس التشكيل أعلن قبل الإصابة. وكان فيه فقط من النصر نور الدين مرابط، ما كان في حمد الله. نعم. وهذا يعطيك انطباع إنه لا في مشكلة في الاتحاد المغربي ربما أقول مع حمد الله. بس أرجع للنقطة الأخيرة إنه أقول اللاعب اللي يشعر إنه غير قادر على العطاء الأفضل إنه يعتذر. أنا وجهة نظري. تعرف جمهور الهلال وش يقول الآن؟ يقول يا رب هالمشكلة ما تأثر على خربين ولا هي. يعني كيف لا يروح لا يلعب ولا شيء، تأثر عليه كيف؟ تأثر عليه كيف؟ يعني تشكل ضغط عليه وفي النهاية ابن سوريا
لما يقول لك انه مدى، انا قلت في البيان انه يشطب من اللعبه ويوقف لي يعني، لا بس هو كذا كذا مناسبة يعني في النهايه ممكن يصير يعني اول مره. احنا نتمنى عمر خربينو يتداخل معنا، ممكن هو يوضح جزئيه في هذا الموضوع، لكن ما استطعنا نصل لعمر خربين. طيب يقول راح دورك. لا حتى البيان في الاتحاد السوري ما وضح نوعيه الاعتذار، قالوا انه كرروا بس ما وضحوا ايش اعتذار يعني. هم قالوا نحن درسنا الاعتذار. لا ما يقولوا ما ناسب. بندر راشد يلا. انا اعتقد انه المنتخب السعودي بالنسبه لي يعني لا يوجد موضوع اهم من هذا الموضوع صراحه. نعم. اليوم احنا في مرحله اعتقد انها مرحله جيده على المستوى القيادة الرياضية وعلى مستوى حتى قيادة الاتحاد السعودي. اليوم يتواجد على دفة الاتحاد السعودي رجل الجميع يكون له كل الاحترام، الأخ ياسر المسحل. المدرب اليوم واحد من أفضل المدربين. المجموعة اللي اليوم جالس يلعب فيها المنتخب السعودي في هذه التصفيات هي ليس بأقوى من المجموعة اللي تأهلنا من خلالها إلى كأس العالم. يعني هذه ما تجي جزء بسيط من تلك المجموعة اللي كانت تسمى المجموعة الحديدية. أنا أعتقد أن الوضع اليوم فقط يحتاج إلى التعامل مع هذه المرحلة بهدوء. اليوم الثقة موجودة من كل الأندية ومن كل القيادة بالاتحاد السعودي والمدرب الكبير. أنا أتمنى أن فقط نستفيد من الخبرات اللي كانت موجودة في او اللي شاركت في تاهل المنتخب السعودي الى نهائيات كاس العالم النسخه الماضيه. يعني انا اعتقد اليوم انه في شخصيه، يعني انا واحد من الناس اللي معجب بهذه الشخصيه منذ قدومها للاتحاد السعودي والعمل اللي قدمته في الاتحاد السعودي. انا اشوف انه برضا الاستاذ احمد عيد واحد من المكاسب لرياضة المملكة العربية السعودية. اما ان نستفيد منه كمشرف عام على المنتخب السعودي او كمستشار يملك صلاحيات قديمه شيخ، ما خلاص ليش يا ابو ليش يا ابو ليش؟ لا والله شو والله احمد عيد صح كفاءه واسم كبير وكذا، بس انت الان تبغى المستقبل خير. خلاص الاستاذ احمد عيد ما شاء الله السن، حتى السن. طيب انا ما اتكلم عن سن، انا اتكلم اليوم عن فكر، وتكلم اليوم عن عطاء في المنتخب السعودي. يعني شفنا العمل اللي قدمه في الاتحاد السعودي، وشفنا العمل اللي قدمه في المنتخب السعودي. جزاه الله خير، خلاص يعني قدم. انا اقول لك، انا ما اقول لك رئيس اتحاد يا ابو لما، انا اقول لك انه فتره اليوم احنا نحتاج ان نتواجد في كاس العالم، نحتاج منتخبنا يتاهل الى كاس العالم. فتواجد مثل هذه الشخصيات في هذه المرحله تحديدا هي تعزز من موقفك، وتعزز حتى من 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 حظوظك للمشاركه في كاس العالم. ليش ما نسلم الامور كلها للمدير الفني المدير الفني داخل ارضيه الملعب يعني. انت برضو ترى ما يكشف المدرب الفنيين الكبار ما يقبلون بالامور بالضبط. انا اتفق معك ابو ضفاف، لكن عندك امور خارج الملعب دائما تحتاج فيها رجل يعني يمتلك الخبره الكافيه، يمتلك كيفيه التعامل مع اللاعبين. يعني انت تعرف فكر لاعبينك، وتعرف يحتاجون يعني الى تعامل منفرد تماما بعيدا عن كل التفاصيل. هل هذا يمارس في الدول المتقدمه في العالم؟ ما اعتقد. لا انا اتكلم المدير الفني هو المسؤول عن المنتخب في كل جزئيات وجوانبه، عن اللاعب السعودي يعني، عن اللاعب السعودي. لازم ننزع اللاعب السعودي من هالفكر ونطلع فيه شوية. بالضبط. أنا وش أقول لك، أنت بتنزع حتى على مستوى المدربين واختيارات اللاعبين كل شيء. أنا صح كيف أنت تقول نأخذ من الدرجة الأولى على مستوى منتخبات العالم، ما حد يروح. لا بس أنا أعطيك مثال بسيط. هذا محمد السالي وين يلعب الآن؟ الرايد. وين كان العام الماضي؟ القيصومة. معناته كان في القيصومة متميز، بعد فترة حصل في الهلال. ليش ما تابعته؟ إيه بس اثبت نفسك لما توصل للفريق النصر. ليش ما بعض تابعت؟ المدربين يرى او المفترض، انا اقول على مستوى المنتخبات العالم كلها. عدل لي انا اؤكد لك واشوف. كل منتخبات العالم تعتمد على 3-4 أندية قوية. انا ما عندي معلومة، لكن اؤكد لك انه السيد رينارد بعد ما عسكر المنتخب سيتابع دوري الدرجة الاولى. ليش ما نستنى؟ انا ما اقول لا يتابع، ليش لا، بس اقول ليش الضغط في هذا الاتجاه ليش ما هو موجود على مستوى العالم؟ ليش لا؟ انا قلت لك الان اعطيتك مثال محمد السهلي. يمكن لو في القيصومه جالس ما استدعي للمنتخب. صح. اذا تابع الدرجه الاولى يمكن في مواهب. طيب بس ابو لفاف، ترى بس بقول نقطه، وهذه انا اشوف انها يعني اذا سمحتوا لي اشوف انها اشكاليه كبيره يجب ان نتخلص منها. مش يعني اتمنى اذا انا غلطان قولوا اني غلطان. اكيد بنسمح لك يا ابو. اليوم يعني انا اشوف العالم كله، كل العالم، منتخبات العالم كلها ما كبروا منها وما صغروا. عادة هي تأخذ من 3 أندية 4 أندية، يعني ما حد يأخذ من أندية الدرجة الأولى ولا الثانية إلا في حالات نادرة جدا جدا جدا. هذا رقم واحد. رقم اثنين، اليوم مثلا في حديث كبير
زين انه انتم ما تاخذون الا من نادي واحد او ما تاخذون الا من ناديين اي يعني وهذا الكلام لو احنا ذاكرتنا يعني حاضره الشباب في ال 94 اي 94 وال 93 ثلاث سنوات كانوا 10 لعيبه ياخذون كانوا 10 11 12 لاعب ليه؟ لان الشباب كانوا البطل. الاهلي لما رجع واخذ الدوري واخذ ثلاث بطولات صار ياخذ من 8 لعيب 7 لعيبه. اليوم انا كمدرب ليه اخذ من الفريق البطل؟ مو لانه بطل، لان اللاعب في الفريق البطل حاضر جاهز صح جاهز بدنيا وجاهز ذهنيا وجاهز نفسيا على المدرب. فصير المدرب انا يعني وقدر الامكان انه انا اخذ مجموعه متجانسه الاكبر اللي اقدر اوظفها والانديه الثانيه اخذ منها يعني بشكل بسيط. نجي لاسبانيا هذا سابقا ابو بدر مو بالان لا انا اتكلم بشكل عام اختيارات عامه يعني خليك من عاد انه يسمعون للجمهور يرضخون رغبات الجمهور موضوع ثاني بس اتكلم عن المنطق العقل. اسبانيا مثلا كمثال لعبتهم من برشلونه ثمانية من برشلونه وثمانية واربعة خمسة ستة من مدريد ويمكن ياخذوا لاعبين من اتلتيكو باقي الانديه يمكن ياخذوا لاعب ما حد قال لي. المانيا 14 لاعب من بايرن ميونخ صحيح او 12 او 13 من بايرن ميونخ لانه الفريق البطل وقس على ذلك فلاحظ يعني مع انهم فيهم لاعبين اجانب وفيهم يعني عدد المحليين في الانديه يصير شوي قليل يعني فانا اقول اللي يتوفر فيها المنتخبات اللي يتوفر فيها لاعب محلي موجود وبطل ياخذونهم يعني لما سيطر برشلونه على بطوله الدوري في السنوات الاخيره وهو الاكثر حصولا عليها كانوا ياخذون من 8 9 لاعبين ومن مدريد ياخذ 3 4 اتفق معك بكلام جميل بس شوف انا اذكر احد المدربين صراحه ما يحضرني اسمه الان مدرب المنتخب السعودي وتابع شاف لاعبين في الدرجه الاولى وقال حتى يصل للمنتخب عليهم ان ينتقلوا للدرجه الممتازه اذا معناته اوكي هذا الكلام تقول عليه انت انه تاهيلهم يكون افضل طبعا انا ما اعترض على كلامك ترى بس هذا يعني إيه لا فاهم بس هذا يعني انه في مواهب في الدرجه الاولى على الاقل اذا لم تصل المنتخب على الاقل ان تصعد للدوري المحترفين يعني في في لاعبين مؤهلين يعني. في لاعبين انا اشوف انهم مؤهلين لو حصلوا التدريب الجيد لو حصلوا الاهتمام الجيد المتابعة الجماهيرية الإعلامية بس هذا اللي أقول وتجربتنا مع أندية الدرجة الأولى ما كانت سيئة في سنوات ماضية ممكن أسأل أنا أشوف يحيى دائما أقول له أنت ما شاء الله كل ما أسأل عنه يقول لي مسافر أظن أخذ 1000 دورة تدريبية خلينا نستغل الوقت يعني أنا دائما أقول يزعل علي المدربين أنه ما عندنا مدرب وطني أعطينا أنت يعني أنت الآن عندك دورات هل الخلل في الدورات هل الخلل في المدربين او الخلل في الادارات من جد والله اعطينا طبعا في المملكه العربيه السعوديه في حدود 1000 مدرب يمكن اكثر واحد بيتكلم 1000 مدرب 1000 مدرب كره قدم طبعا حامل درجه السي والبي والاي هذه الشهادات المعتمده على مستوى الاتحاد الاسيوي في التدريب كره قدم برضو الى البرو ها كم في مدرب عامل فعليا ما أعرف لكن خيباً. أكثر واحد يعني فاهم أدق التفاصيل في هذا الموضوع اللي هو الكابتن محمد الخراشي اللي يعتبر هو المؤسس الأساسي لهذه التأهيل صراحة وأشكره هو يعتبر أستاذ يعني لكن لا يمارس لا أنا أتكلم لا يمارس التدريب صح من هو ما الخراشي لا ما أعرف لا لا يمارس كان مع المنتخبات رئيس. المنتخبات الوطنية هو رئيس بس كان مع المنتخبات الوطنية لكن اللي أبغى أقوله المدرب المنتخب المدرب الوطني في المملكه العربيه السعوديه مهمش او شبه مهمش والسبب لعده اسباب السبب الاول المدرب طبعا يأهل نفسه ياخذ السي بعدين سنتين بعدين ياخذ البي بعدين سنتين لان لها شروط ولها مواصفات بعدين ياخذ الاي بعدين ياخذ البرو مثلا لو خلص بينما يجي رئيس نادي وياخذ رئاسة نادي بسهولة جدا ويبدأ يحكم يقول والله هذا مش أنا لا أرغب في هذا المدرب هذا المدرب أفضل من هذا المدرب أنا أرغب في مدرب يعني يعطي أحكام فنية وهو أصلا غير مؤهل فأنا أقترح أن رؤساء الأندية في المملكة العربية السعودية يعني زي ما المدرب الوطني يؤهل نفسه أنهم أيضا هم يحصلون على دورات تأهيل بنفس الدرجة طيب هذا يصير في العالم يعني هل مثلا انا اللي اعرف رئيس نادي انتر ميلان عنده اللي يعرف الكره الارضيه كل ابوها ما نعرف رؤساء الانديه احنا نعرف المدير الفني المالك زي ما المالك مالك هو مالك مالك يعني مثلا مانشستر يونايتد كثير ما يعرف مالك
للأسف الرئيس النادي سابق بكل ما أوتي من قوة وجهد على الكاميرا ولا على التصاريح وعلى الأحكام فعندنا خلل اللي هو المحرك الأساسي للرياضة السعودية أو للعمل الإداري أو الحركة الإدارية هي المحرك الأساسي للرياضة. فالإدارة إذا كان رئيس نادي لا يمتلك أي إمكانية فنية بأنه يوصل ويطلق أحكام أن هذا المدرب جيد هذا، ولذلك أنت تشوف يعني أنا ما أبغى أتكلم عن جنسيات محددة لكن عندنا 40 سنة جنسية أو جنسيتين مسيطرة على الأندية في المملكة العربية السعودية، سيطرة تامة. وبالعكس أنا أقول لك مافيا يخرج من نادي يروح في نادي والسمسار رئيس النادي. الله نعم. فأنا أقول المشكلة حديث خطير إذا السمسار هو رئيس النادي. كابتن يحيى أنا أقول لك السمسار هو رئيس النادي ولذلك بس فيها فكرة السمسار هذه إذا حبيت ممكن أقول قال الأخ عبد العزيز غيام أمس ولذلك هو يحتاج خلي يكمل الجزء ده. ولذلك هو يحتاج صراحة الرياضة السعودية، وأنا متأكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة إن شاء الله أنه يكون هو بعد الحركة الكبيرة اللي عملها معالي تركي آل الشيخ والآن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي إن شاء الله أن يكون هو القوة الضاربة اللي تعدل مسار الكرة السعودية. لأن إحنا ضاعت 40 سنة بنطور بنساوي كابتن يحيى كل بتضيع 40 سنة كل يطرح هذا الموضوع ويقول المفترض الهيئة العامة وكذا، أنت أعطيني الحلول اللي أنت تبغاها مثلا يقوم بها الأمير عبد العزيز بن تركي. يعني أنا أقول مثلا إيه؟ أنه ما يوصل رئيس نادي إلا بعد ما يتجاوز عدة دورات زي ما يتجاوز المدرب سوء، بحيث أنه يعرف يحكم إيش مؤهلات هذا المدرب عن مؤهلات هذا المدرب. طيب ليش رئيس نادي؟ ليش ما يصير مثلا مدير فني موجود في الفريق؟ المدير الرياضي زي الخارج مدير رياضي. أو يفصلون الهيئة العامة للرياضة ويجبرون الأندية على تعيين مدير فني يمتلك مواصفات محددة حاصل على درجة البرو مثلا. لا كابتن يحيى يكون في رئيس نادي يكون في مدير رياضي مسؤول عن الفريق الاول صح. مسؤول عن تعاقدات اللاعبين ومسؤول عن رئيس النادي ما له علاقه في شغلك. انا اقول انه يصير مدير فني بس هو اللي يتعرض للضغط يا يحيى. انا اقول لك يصير مدير فني سووه صار في رئيس تنفيذي يصير يعني. مدير فني مؤهل، مو يجيب واحد برضو يعني هو يروح يجيب واحد زيه مدير رياضي ما لازم يكون مدير فني تنفيذي على اعلى مستوى من الناحيه الفنيه، يعني مثلا حاصل على درجه البرو بحيث انه يعرف يحكم يقول هذا مدرب جيد اعطني ما تصدق حتى في شهادات مزوره بالهبل تمشي. نعم شهادات مزوره شهادات تدريبيه تدريب. يعني شهادات تدريب اجنبيه تجي في المملكه مزوره وانا اقول لك على المدربين الاجانب تقصد انت او الجنسيات الثانيه؟ ايوه في الوافدين اللي يجون كلام خطير. وانت اسال الهيئه كم كشفوا شهاده مزوره رغم انه لا يوجد عند الهيئه اصلا تفحيص وتمحيص في هذا الناحيه الا اذا اشتكت الانديه. صدقني حتى لو اقر مدير رياضي ما راح يجيبون سعودي. لو صدقني لو قرر مدير رياضي ما راح يجيبون سعودي. ما في مشكله، ايش المشكله اني اجيب الماني ولا اجيب انجليزي ولا اجيب ما في قناعه انجلترا بلد ليش ما في قناعه في السعودي؟ نفس الوضع الان المدربين. بس اسمح لي كابتن الكلام اللي قلناه قدينا في حلقات الموسم الماضي انت اليوم كيف عرفت ما يتفرغ مدرب وطني كيف عرفت انه الجماعه هذول او غالبيه المدربين مزورين؟ لا اجانب قصدك اي كاجانب انت اليوم كيف عرفت؟ انا بسال سؤال ثاني قول ايش عرف الهيئه شهادة فوتوشوب جابها مدرب تونسي ولا مصري ولا من عارف ايش ولا حاجه وجاب قال هذه انا عندي شهاده البي الاسيويه وهذه هي. يقول له وين الاصل؟ طيب عادي يعني هي الاصل فوتوشوب يقول الاصل هي الاصل فوتوشوب. بس يحيى هو المدرب ما يجيبونه من الحاره، يجيبونه مدرب انديه قبل يعني هو الانديه يجيبون ملفاته ويرسلونها لمين؟ يدرسون الانديه في الهيئة العامة. لا بس انا اعرف انه والله فيصل المطرف يدرب الصباقسي ودرب ما انا اقول لك صار اساتذه. طيب خلاص وقصد عنده سي في يعني المدرب صاروا اساتذه خلاص بعضهم صار استاذ وتجارب. انا ما ادري ايش قال الغيام الامس تعرف ان في شقتين في جده وفي الرياض مليانه من الوافدين هذول. اي بس ايش قال تفسير السمسره؟ انا ما سمعت عبد العزيز مسؤول والله لا تفسير هي لها. شوف انا صعب اذكر لو اللي تقول اللي قبل شوي قلنا انا انقل عن 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 شخص يعني عمل مع رئيس نادي وكان يعني زي اللي ياخذ عمولات من قلت ليش؟ طيب هذا رئيس نادي يدفع. فكره غريبه شويه. هو ياخذ العموله ثم يدفعها للنادي كدعم منه شخصي. فيصير في نهايه الموسم هو دافع خلينا نقول 30 35 مليون هي عمولات اساسا لصفقات يعني تكفل بها عبد الله شرف. فهو ياخذ النسبه ويقدمها مره اخرى كدعم.
عرفت الفكره كيف؟ فالسمسرته هي ما تروح لي لي خصوصا الداعم رئيس الداعم اللي انت تتكلم عن المليارديرات، لكن في رؤساء انديه مساكين. لا عدد موضوع رؤساء انديه الثاني، بس انا اتكلم عن الاشخاص اللي يعني رؤساء الانديه اللي تستغرب تكون رئيس نادي يعني جاي مليان يعني قاعد يدفع، فهو يقول لك لا انه الصفقه مدفوعه وفيها نسبه من السمسره، فهو يكون جزء فياخذ المال هذا ثم يعيد للنادي عشان ما تروح على النادي. اي كانه لا ياخذه كانه ما تروح على النادي وتصير كانه دعم خاص منه. بس نورني يحيى قبل شو تقول الشهادات بالنسبه لهيئه الرياضه، ايش علاقه الهيئه في موضوع ان تشوف شهاده المدرب؟ ما هو الاتحاد السعودي نقص في معلومه عندي يعني اداره شؤون الانديه كنادي انا ليش اروح للهيئه اقول عندي المدرب وهذا الشهاده حقته التدريب اللي بيدفع ما هو الاتحاد السعودي؟ لا هي الاتحاد السعودي صديقتي ايه؟ لكن الهيئة؟ لكن الهيئه العامه الرياضة ما لها علاقه لا الهيئه العامه الرياضه هي اللي تدفع رواتب هذه تو جديده هذا الان هذه السنه هذه تحكي على موضوع ايه. ممكن لكن احنا نتكلم هل المدرب هذا مكتشف تو السنه هذه يعني والله انا اقول لك تدفع رواتب المفروض ما تدقق فيه مين مسؤول يا ليت تسال النادي هذا يعني احنا جاي مدرب أيه؟ عن المنتخب السعودي نخرج عن هذا الإطار. الملف الأهم اللي ذكره ياسر المسحل في البداية قال أنه أنا مهتم بملف مدرب المنتخب السعودي، وحسم هذا الملف يمكن في غضون شهر، والآن كل ما يخص السيد رينارد هو طبعا يتحمل مسؤوليته للاتحاد السعودي، يمكن هذا شأن فني يطول الحديث عنه، ممكن زي ما ذكر أبو ضفاف فيه جانب فني يؤيدون السيد رينارد كونه كل التجارب اللي خاضها فيما يخص المنتخبات طيب. وهذا أمر إيجابي. يمكن في جانب آخر يمكن يأخذونه من جانب سلبي أنه كان تجاربه كله مع المنتخبات الإفريقية اللي تعتمد على القوة البدنية والعامل البدني، وهو الآن يخوض تجربة مع منتخب آسيا ويعتمد على المهارة أكثر من الجانب البدني. لكن في يمكن الصورة الذهنية اللي لدينا أو خلها أخذها من جانب شخصي، الصورة الذهنية عندنا في الذاكرة القريبة اللي خلال سنتين أن كل ما تعاقدنا مع مدرب منتخب ما نفكر أنه وش يحقق معنا، نفكر مباشرة متى راح يقال. هذا بسبب التجارب الأخيرة اللي عندنا بعد تجربة أكثر من رائعة مع السيد مارفك وصولنا لنهايات كأس العالم، فجأة تم إقالة السيد مارفك، بعدها تجربة ما أدري إيش أسميها، خلال شهرين تم التعاقد مع السيد باوزة، ما أدري ليش تم التعاقد مع السيد باوزة ولا أدري ليش تم إنهاء العقد في أقل من شهرين، بعدها تم التعاقد مع السيد بيتزي، ما في أي استراتيجية أو ملامح لعمل معين مع المدرب. أتمنى أنه التجربة الحالية مع السيد رينارد تكون واضحة وحتى تكون بالتوازي مع إدارة منتخبات مستقلة حتى ما يكون في أي تعارض، لأنه الآن يمكن نشيد كثير ببعض الخطوات اللي اتخذها الاتحاد السعودي، لكن يمكن في فجأة في خلال شهر شهرين فجأة نلقى هذا الاتحاد السعودي غير متواجد، لأن شفنا في فترات سابقة الاتحاد السعودي يتغير. لذلك أتمنى أنه عمل المنتخبات يكون مستقل في لجنة منتخبات مستقلة، زي ما ذكر أيضا ضفاف أن المدرب المنتخب لازم يتميز بشخصية قوية مستقلة. الأخبار الواردة اليوم أو خلال اليومين الماضية من المعسكر أنه المدرب لاحظ بعض الجوانب وكان له قرارات صارمة مع لاعبي المنتخب، إبعاد الجوالات فرضا قبل التدريبات عند دخول الملعب، تحديد مواعيد معينة في الوجبات، في قرارات صارمة لاحظها المدرب. فريق عمل السيد رينارد وتواجده في الجولتين الأولى، رصد بعض اللاعبين، إدخال بعض الأسماء الشابة والمزج اللي خاص باللاعبين الشباب واللاعبين الخبرة، توليفة جيدة. نتمنى المنتخب خطوات أفضل في الفترات القادمة. يا رب يا رب يا كريم. طيب عندي بس على الهاشتاج بعض الأسئلة، خليني أشوف بس استعرضها. حمد يقول مشكلتنا مو بالمواهب، مشكلتنا عدم الثقة المتوارثة بالإدارات تجاه المواهب السعودية. هذا المشروع اللي تكلم عنه، هذا المشروع قبل شوي نحكي عنه، الصين واليابان، هذا الدكتور فايز الشيخ. الصين واليابان تقوم بابتعاث المواهب أقل من 18 سنة بالتحايل على قانون الفيفا، في الظاهر التحاق بمعهد تعليمي وفي الباطن أكاديمية كرة قدم. تغريدة أخيرة أشوف المعيقلي يقول يا أبو خالد اختبارات مدرب المنتخب أو اختيارات، أنا النظر عندي مشكلة، مدرب المنتخب لو جاءت بعد نصف الدوري لتغير كثير من العناصر والموجودين، علما بأن المختارين فيهم الخير والبركة، وربما تأهلنا عن اليمن وسنغافور ولكن لن تؤهلنا لكأس العالم. طيب عندي برضو سؤال على الهاشتاج،
أمير الفضاء يقول عندي معلومة ويا ليت أحد يصححها لي. سمعت أن نادي الهلال بالشراكة مع جامعة الملك سعود تعتزم أن تفرض رسوم على مواقف السيارات بواقع 5 ريال للساعة، هل من إجابة؟ حسب مصادري واللي وصلت له أن هذا الموضوع غير صحيح وما فيه في ساعتين أساسا المباراة اتجاه لهذا الموضوع. تبي رأيي؟ أتمنى أن يكون صحيح. يا أخي اليوم أنا يعني نادي وعندي منشأة دافع عليها فلوس عشان أحصل عليها، من حقي أن أستثمر مثل ما أبيع التيشيرت، من حقي أبيع مثل ما أبيع المساحات الإعلانية، ترى من حقي أبيع المواقف، من حقي أبيع أي شيء. أي يعني ماني أنا يعني استغرب من الجمهور يعني شعوره بأنه مستغل، شعوره بأنه يعني جالسين الأندية تسرقه تأخذ من جيبه. لا، أنت جزء كمشجع، جزء من مهمتك أنك تدعم هذا النادي. طالما أنت بس دقيقة، طالما أنك تبغى لاعب محترف كويس وتبغى لاعب محلي كويس وتبغى مدرب كبير، هذا كله بفلوس. اليوم الهيئة قاعدة تدفع، بكرة ما راح تدفع الهيئة. صحيح. بكرة أنت داخل على الخصخصة أصلاً، يعني الخصخصة ذي كلها فلوس في فلوس. أنا دافع حق التدفع. لا، حتى نادي الهلال، نادي الهلال ما يستطيع المواقف هذه، خاصة بالكليات. يعني تخيل مباراة الهلال يوم الخميس مثلاً الساعة 6 المغرب، أنا عندي محاضرة تبدأ الساعة 5 كطالب، هذه مواقف للكليات. دائما جمهور الهلال يقف في مواقف، غالبية مواقفهم في مواقف ممتاز. فما تقدر، ما تستطيع. ممكن تكون يعني نلغي المحاضرة، ممكن تكون مشمولة بالتذكرة، التذكرة شاملة للموقف يعني. لا هو في إزعاج ترى في ملعب الهلال على المواقف، لأنه المساحة صغيرة والتخبر السعودي ما شاء الله كل واحد مع سيارة، فبالتالي طيب. الآن يا أخي شوف هيئة الترفيه، والله صراحة اتخذوا قرار ناجح جدا جدا جدا. الباصات في جدا، نعم الباصات والله العظيم مشروع. أنت تجي توقف السيارة في تجمع سيارتك وتطلع باص فخم جميل ونقل سريع وترددي في الملاعب. يعني أنا شخصيا شوف لو عندي سيارة بوقف هنا مثلا بطريق الملك أو أي مكان وارح أحسن لك طبعا، أفضل كثير وريح لك أريح. أنا مستغرب من هذا يعني مواقف سيارات يستثمرونها مبالغ بسيطة جدا، صح ولا لا؟ لكن كان ودي أنهم يستثمرون قمصان اللاعبين، يعني مثلا قبل ما يوقع مع لاعب يستثمر قمصان بملايين، يعني زي ما يسوون الأوروبيين. أنت ذا الحين بتبيع قميص توقع معه وتزوي لك مؤتمر صحفي، هذه موجودة موجودة. طيب يبيع بس ترى حتى المواقف فيها ليش فيها دخل موجودة برا، الدخل بيكون بسيط. إذا عندي المواقف، إذا عندي 60,000 مشجع من 5 ريال هذا مبلغ كبير، وفي أوروبا حتى المواقف عندهم بفلوس. طيب عند على الهاشتاج بيتر يقول جابوا العيد في سمسرة رؤساء الأندية والمذيع ضيع الموضوع. والله لا ضيعت الموضوع ولا شيء، لكن يعني الموضوع طرحه يحيى بشكل كامل وما عندي مشكلة فيه يعني هذا الموضوع. وأعتقد كان في فهمي ما وقاطعتني. لا ما قاطعتك، وأعتقد يا أبو بدر وللجميع وللمشاهد الموضوع هذا طرح كثير، ويعني في تداول عليه بشكل كبير من فترات سابقة. أبو خالد صعب التغريدة الأولى اللي تكلم عن الإدارات والمواهب، صراحة أنا أتفق معه. يعني دائما إدارات الأندية فيما يخص المواهب والفئات السنية، يعني تكلمنا فيها قبل يومين. طيب الفئات السنية في الأندية تعاني بشكل كبير، يعني الفترة خلنا أقول لك الثلاث سنوات السنتين الحالية جالسة تعاني بشكل كبير، بشكل يعني ممكن أنا أعتقد أنه إذا وصلنا 3 سنوات 4 سنوات ما راح تكون عندنا فئات سنية إذا وصلنا بهذا الإهمال للفئات السنية. أنا أتمنى أن يكون في قرارات صارمة من الهيئة العامة للرياضة ومن الاتحاد السعودي تجاه الفئات السنية ومدربين الفئات السنية وإدارات الأندية تحديدا في هذا الموضوع. طيب دقيقة، موضوع مهم جدا جدا للأستاذ معيض الشهري، نشكر على تجاوبه مع البرنامج الديوانية ووضح ملفات مهمة ومن ضمنها موضوع السمسرة. طبعا هو ذكر أنه أتمنى من رؤساء الأندية أنه ما يظهر معي وسيط وهو مدرج عندنا وعنده رخصة. فيصل أنت قفلت الموضوع وفتحت أنت. لا لا لا، في موضوع مهم الأستاذ معيض حطيتها فيني، صار أنا اللي مضيع الموضوع. لا لا لا، أنا بطلع من هذا الموضوع. أنا أتمنى هو ذكر المشكلة لكن هو جزء من الحل. شو المشكلة؟ مشكلة إيش؟ هو ذكر أمس في سياق حديثه أنه قال أنه في بعض رؤساء الأندية يظهر مع بعض الوسطة في بعض الصفقات والوسيط هذا ما عنده رخصة أو منتهية الرخصة، ما هي سارية المفروض يظهر في صورة يقصد؟ يتوقع مع السماسة يكون السمسار هو اللي بينما الوسيط ما هو يصير وكيل غير معتمد. فأنت جزء من الحل. وين الضرر طيب؟ لأن أنت أحد أذرعتك هو مدراء الاحتراف في الأندية، أنت تقدر تزودهم سنويا أو بعد خلال فترة التسجيل أنه هذا للوسطاء المعتمدين، والله الفيصل وبندر هذا الوسطاء المعتمدين. الأهم الاتحاد السعودي إلى الآن لم يعلن لجنة الاحتراف أو أعضائها،
لو وقعت أي خطأ في الفترة الماضية في اجتماع بعد بكرة على الموضوع. إيه بس أنا أقولك في الفترة الماضية ما نعرف ترى الأستاذ معيض اللي دار كل العملية في الفترة الماضية أستاذ معيض اللي هو رئيس اللجنة وموظفين ما في أي أعضاء. بس الأندية يعني الاجتماع بعد بكرة بيكون في الأندية غير ملزمة ترى الأندية غير ملزمة بالتوقيع مع لاعبين وكلام معتمدين أو لا بالأخير النادي يوقع مع إله هو يتكلم على الضرر معيض هو يتكلم على الضرر الضرر لكن انت السمسار ياخذ اكثر من النسبه المعلنه هذا شيء يخص النادي اقصد رئيس النادي مو فيها هدر مالي يسال مدير الاحتراف انت تزوده بالقائمه للمعتمدين ولغير المعتمدين لذلك انت جزء من الحسن. طيب خليني بس اقول انه مباراه المنتخب السعودي اللي بعد بكره باذن الله مباراه الوديه مع مالي راح تنقل عبر القناه الرياضيه السعوديه وايضا باذن الله مباراه التصفيات بالنسبه لمنتخبنا السعودي بدءا بمباراه اليمن كلها ستكون منقوله عبر القناه الرياضيه السعوديه. طيب زميلي المميز بدر رافع التقى امس لجنه الحكام الفرعيه بالمنطقه الشرقيه وفتح معهم موضوع اللي جلس يدور موضوع الحكم السعودي، خلونا نشوف تعليقهم ونظرتهم لهذا الموضوع. قيمت حوالي 5 دورات حكام جدد على مستوى المملكة في 5 مناطق التحق فيها حوالي فوق 500 حكم يعني هذا 500 حكم أنت تتكلم لو اشتغلت عليهم لو صفيت لك منها المجموعة هذه على 50 أو 100 حكم وحتصفى لك على مجموعة وكانت فيها يعني مجموعة جدا مثابرين ومجتهدين إن شاء الله عندنا جيل قادم وأيضا الحكام اللي يحكمون الآن كاس دوري الأمير محمد بن سلمان حكام من على ثقة ومن حكام النخبة في آسيا فإن شاء الله بيكون عندنا جيل بس يحتاج الدعم وإن شاء الله طبعا هم الفرصة إذا جدتهم إن شاء الله بيواصلون النجاحات. ما عندنا حكام يحكمون في دوري المحترفين الآن طبعا الجولة الأولى والثانية فقط كان في مباراة واحدة اللي هي حكم رابع ماجد الشمراني لكن إن شاء الله متفائلين إن شاء الله المباراة الجاية يكون إن شاء الله في عودة الحكم السعودي بإذن الله إن شاء الله. بالنسبة إلى الحكم السعودي لا زال متواجد خارج المملكة بل إنه قاعد يحكم في أعلى المسابقات سواء كان المسابقات الآسيوية أو حتى مسابقات الفيفا والدليل على ذلك أن هذا الأسبوع اللي احنا إن شاء الله بنكون متواجدين فيه راح يطلع عندنا طاقمين سعوديين لتحكيم مباريات تصفيات كأس العالم عندنا حكام سعوديين قاعدين راح يطلعوا في مسابقات الاتحاد الآسيوي سواء كانت أبطال أو اتحاد عندنا حكام لا زالوا قاعدين يحكمون في البطولات العربية وبالتالي وجود الحكم السعودي لا زال بس إنما فقط يعني سواء كان يحتاج إلى دعم أكثر في المنظومة الرياضية السعودية أساس أنه يواصل عطاءه إلى المراحل المستقبلية الأكثر تأثير في المسابقات. أحمد الفهد أنت قبل أمس طرحت هذا الموضوع معي على موضوع الحكام السعوديين وأنه الموضوع الآن أصبح صعب إذا رجع الحكم السعودي إذا نستوعبه أو نتقبله صعب. عطفا على كل اللي جالس يحدث معه طبعا صعب شوف الآن نحتاج يعني في الحد الأدنى نحتاج إلى 5 سنوات على أساس أنه نستعيد ثقة الحكم السعودي في نفسه ومن ثم ثقة المدرج في هذا الحكم مع أن الثقة أصلا ما كانت موجودة يعني. لا نكون صادقين يعني احنا نتكلم عن لا شوف الثقة ما الثقة أصلا مش موجودة في الحكام ككل أي ككل يعني أنت في كل حكم حيكون يعني ظلمك حيكون سلبك مباراة حيكون على مستوى العالم كله بس احنا اليوم نتكلم حتى في ثقة الرياضة العالمية كرة القدم العالمية اليوم تخيل أنه الحكم السعودي يتم إقصائه أو الاستغناء عنه بناء على رغبة رؤساء الأندية ترى يعني لما بدأ المشروع الله يمسي بالخير معالم استشارة تركيا للشيخ لما أقر أنه حكام أجانب كان بناء على الشكاوى رؤساء الأندية نعم يعني لم يكن مشروع خطط له من البداية لا مطالبات رؤساء الأندية يكاد يكونوا مجتمعين يعني أو نقول غالبية منهم رأوا أنه تهدر جهودهم نتيجة قرارات حكام خاطئة الحكم السعودي جيد أكيد أكيد ليس كله جيد يعني فيه الجيد فيه المتوسط فيه الضعيف جدا يعني اللي ما يستحق أنه يعني يدير
مباراة كرة قدم. لكن أقول لك المشروع هذا ألغي أو الحكم السعودي أقصي في عز مكان يقود مباريات عالمية كأس العالم وبطولات العالم الشباب. يعني تكلم عن اليوم أنت أحسب زي ما قلت في الحلقة السابقة بطولتين أو ثلاث كأس عالم لن يقودها حكم سعودي عشان أنت تنتج هذا الحكم السعودي يبغالك حكم وهو بارع يعني جاي من السم. فتخيل أنه خمس سنوات حيكون بلا حكم سعودي إذا بدأنا المشروع من الآن من السنة هذه حال انتظر خمس سنوات. فبالتالي أنا أشعر بالحرقة أن اليوم أنا زي ما أقول في ألف ألف مدرب يمكن ما يعمل منهم ولا مئة في الأندية باقيين مجرد إيش يحملون هالشهادة واحد في الممتاز إيه يعني يقولك. فما بالك بالحكام أصلا يعني. ما بالك بالحكام اللي يرون مستقبلهم. يعني اليوم أنا ليه أصير حكم أصلا؟ ليه أدخل دوره وتعلم أنه أنا أكون حكم وأنا أشوف المستقبل قدامي؟ يعني أنا حي حكم يا درجة أولى يا درجة ثانية بطولات مناطق يعني حلو. فما حيكبر اسمي ولا حاروح أمثل بلدي في محافل عالمية ولا حكون أنا يعني أيقونة العدل والنزاهة والتحكيم ممتع. الصارب الدول الثانية تحتفي بحكامها ويعني وتعطيهم قدرهم من الاهتمام والتبجيل والتوقير وتدافع عنهم. اتحاداتهم تدافع عنهم، اتحاداتهم ما تستمع لكلام الجمهور. اليوم أنا لما يطلع لي حكم جيد أي. في العادة ترى أربع خمس حكام الكويسين نمحوهم محي. أتذكر أنا طلع خالد صلوي وقاد مباراة عظيمة بين الاتحاد والأهلي كانت واحدة من أعظم المباريات. ثم يعني انخفض أداؤه في مباراة أخرى ثم أقصي من المشهد تماما نتيجة ضغط الجمهور واتهام الجمهور له بالغش والتعمد الخسارة وإلى آخره. إذا خسرنا إحنا حكم قضينا عليه بداياته. من يساعد أو من يحمي هذا الحكم هي لجنة الحكام المسؤولة عنه هي اللي تقتل حكم أو تحييه بناء على والله جمهور الهلال ما يبغاه ولا جمهور النصر يشكك فيه ولا الهلاويين لا يثقون ويعتبرون اتحادي أو العكس الاتحادي يعتبرون هلاوي. بالتالي أنا أقول هذا المشروع إذا أردنا بعد خمس سنوات أن نعيد الحكم السعودي إلى واجهة الكرة القدم في المحلية والعالمية يجب أن نبدأ المشروع من الآن. ولازم طيب عندي تغير التطبيق. عندي يعني بيان. بيان الآن من إدارة نادي النصر. يؤكد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة الدكتور صفوان بن سليمان السويكت على كامل تقديره واحترامه لكل من عمل في خدمة الكيان في جميع حقباته التاريخية دون استثناء، مثمنا جهودهم المبذولة في ذلك، كما يفخر بالعمل العظيم الذي قدمه الأستاذ سعود بن محمد آل سويلم وفريق إدارته والذي كان له الأثر البارز في تحقيق الإنجاز الكبير الاستثنائي وهو لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ويرفض مجلس الإدارة بشكل قاطع كل إسقاط أو إساءة تلميحا كان أو تصريحا لكل من تشرف بخدمة الكيان، ويدعو مجلس إدارة النادي إلى الابتعاد عن كل ما يسبب الانقسام والخلاف الذي لا يمثل الوحدة المعروفة عن النادي، مؤكدا ترحيبه بالجميع لمواصلة المسيرة نحو القمة بإذن الله والله الموفق. مساعد العبدلي تعليقك على هذا البيان واضح الاتجاه هو يروح يولي. هو البيان رد على الكابتن ماجد على الكابتن ماجد بس باختصار يعني صريح. طبعا اكيد شوف في البدايه في النهايه هو راي الكابتن ماجد او معلومه هو طرحها ويتحمل هذه المعلومه ويتحمل حتى الراي. جميل البيان انه يحفظ حقوق الناس اللي خدموا النادي وعملوا، بس بنفس الوقت انا اقول انه على اداره النصر الحاليه انها تتفرغ للعمل، لانه لو تلاحظ الان يمكن خلال اسبوع اقل شيء يمكن بيانين او ثلاثه. نعم. واذا كثرت البيانات تطلع خارج الصندوق وهذا بكثرة بيانات قلت البطولات بالضبط. العمل لأنه يقل الصراحة، فعليك أنك تفرغ بالعمل، والدليل أنه يمكن أقل الأندية في المركات الصيفي كان نادي النصر أعتقد. فجماهير النصر بتقول أوكي إحنا بلاش البيانات نبغى عمل في الملعب، لكن البيان ما بشك أنه يحفظ حقوق كل من خدم النادي بغض النظر عن ميوله كانت نصراوية أو لا. بالأخير هو خدم النادي وحقق منجز، التاريخ أساسا يحفظ هذا الأمر. إنه ما يصنع انقسام هذا البيان؟ لا لا ما رد على اسطوره ماجد عبد الله. لا 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 بالعكس، هو ماجد عبد الله قال رايه وانتهى الموضوع. بس البيان الان اسمح لي اسال سؤال بضيف. تفضل. يعني معلش قاطعت انا ابو لما تخيل إيه بس سؤال والله يعني سؤال من باب اني ابغى افهم لماذا ترد اداره النصر ببيان رسمي على كلام لاعب سابق عن اداره سابقه؟ لانه ماجد عبد الله. ليش؟ ماجد عبد الله دقيقة بس ماجد عبد الله. انا بجاوب يعني ماجد يحمل رايه ويتكلم عن اداره سابقه رحلت، يعني
بس ترى هو ما ذكر اسم ماجد لكن هو طبعا واضح بس انا انا ممكن اجاوبك انا ترى لا انا اقول له هو لانه هو قال ماجد نعم انا باين انه رد على ماجد نفهم انا اجاوبك اقرا المشهد من جانبين اما ان يكون هناك ضغط على الاداره لاصدار هذا البيان من الاداره السابقه او انه هذه الاداره تخشى ان ياتي الغد عندما ترحل من يتهمها بايضا نفس الاتهام وبالتالي عندما تدافع هي عن الآخرين من يأتي بعدها سيدافع عنها ربما مهنية لأبو ضفاف ليش ما تم الرد في نفس الموضع بدل من إصدار بيان رسمي من مجلس الإدارة بالتالي هذا اللي أقول أنا ضد البيانات قلت لك البيان يعني في نفس المكان اللي صدر في نفس المكان البيان في تويتر لا تحدث في الكابتن ماجد في القناة يعني. حديث اللي كان في مع الزميل بلتال نعم أبو لمع تعليقك على هذا البيان والله شوف أنا ترى اولا الخلافات هذه في الاربع الانديه موجوده الاربع الانديه شوف يعني في الاتحاد الاهلي السنه حتى في الاهلي الاداره القديمه والاداره الحاليه نفس الشيء بالنسبه للاتحاد هذا على مدى عقد كامل النصر الان يمكن السنه هذه واضح يعني مجرد انك انت تركز على مقارنات بين اداره سابقه واداره حاليه معناته تصنع صراع لكن أنا اللي أبغى أقوله بالنسبة لماجد عبد الله ترى شيء طبيعي ومتوقع ماجد عبد الله حتى هو يلعب هو والعشرة الكبار اللي كانوا يلعبوا في نفس الفترة في الهلال وفي الاتحاد وفي يهزوا الكيان كله يهزوا المدرجات يغيروا إدارات ويغيروا مدربين وماجد عبد الله صراحة شوف أنا يعني يمكن هو يعني وجه له انتقاد إنه هو ليش ما تكلم مع اللاعب مباشرة دون الذهاب إلى وسائل الإعلام لانتقاد اللاعب لكن أنا أبغى أقول ترى شيء طبيعي ماجد عبد الله انتقد اللاعبين وهو لاعب وانتقد اللاعبين وهو لاعب في المنتخب فماجد عبد الله بالعكس قيمة كبيرة نجم كبير أسطورة كرة القدم السعودية أسمع منه وأنت أنت ما أنت خسران كل اللاعبين على مستوى العالم ما يعني من الخطا تقول له روح للاداره ولا كلم اللاعب يا اخي انا لاعب عالمي يقول رايي انا 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 فوق يعني فوق التصنيف حقك انا اقول رايي مارادونا يقول رايي في ميسي بيلي يقول رايي في نيمار صحيح. انا نجم عالمي تاخذ فيه ولا براحتك اي هذا رايي تحترمه اهلا بك انت محترمه صح ما بالك انت تتكلم انا اقول رايي لكن تقول لي لا والله روح كلم الاداره وروح كلم لا انا ما اكلم اداره شيء انا ابن المدرج وابن النادي واتكلم من واقع اني ابغى الافضل له صح. قد يكون رايي خطا طبعا لكن لما يجي ماجد عبد الله اقول له لا والله كلم الجماعه او كلم الاداره لا غير صحيح يا اخوي ماجد عبد الله انا بقول لك مثال بس على اساس المقارنه دائما بقول للنصراويين ترى صالح النعيمه وسامي الجابر وفيصل ابو ثنين ويوسف الثنيان كلهم وجهوا انتقادات للاعبين ولادارات سابقه في حوارات صحفيه وحوارات تلفزيونيه وفي تغريدات ومع ذلك ما حصل هالاحتقان الشديد الان لما يجي قامه ايضا ماجد عبد الله صار ماجد يعني الآن هو مخطئ أنا والله في رأيي الشخصي أنا رأيي الشخصي بس صار احتقان رأيي الشخصي رأيي الشخصي بسهولة هو بالغلط يصير احتقان رأيي الشخصي وأتمنى أن يكون خطأ أنا أعتقد أنه هذه الحملة على ماجد عبد الله تبناها أشخاص والله في رأيي أنهم لم يعيشوا عصر ماجد عبد الله بس لا بعدين يا أخي ماجد عبد الله استمرار ماجد عبد الله ترى أنا أعتبره كنز انك انت يعني ترى في لاعبين عالميا ومحليا بعد اعتزالهم راحوا وغابوا بس ما يخلط انقسام في النادي لا ما يخلط انقسام ابدا لا يعني خليني ارجع معك بما انك قلت الاسماء سامي الجابر تحدث في حديث فضائي حدث بعده انقسام كبير في ما في ظل الهلال بطل وظل الهلال بطل لا هو يخلق انقسام عند مين يخلق انقسام عند اللي عنده توجه معين بالضبط اليوم البيان لتوحيد الصف انه ما حدث شاهدنا نادي النصر والانقسام اللي حدث خلال الأيام الماضية اليوم بيان إدارة صفوان السويكت هي لتوحيد الصف لكن أنا أستذكر الموسم الماضي طالت انتقادات للأمير فيصل بن تركي أصدر سعود السويلم بيان يمتدح فيه الفترة اللي عمل فيها فيصل بن تركي في نادي النصر الأسلوب هذا اللي يجب اليوم أن نعيشه في الأندية يعني شفنا اليوم صفوان السويكت يمتدح العمل اللي قدم في فترة سعود السويلم يعني احنا عشنا في فترة يعني أضرب لك مثال في الأهلي اليوم طلع عبد الله بترجي شفنا الانتقادات من الإدارة الحالية صحيح. وسببت مشكلة للنادي الأهلي نعم. ولكن عندما نتعامل اليوم بإيجابية وبثناء وبمدح
لفترة سابقة. أنا أعتقد أنه هو هذا الشيء بس الوقت اللي أنت تحتاجه. يا أخوي شوف بيكنباور أعظم لاعب في تاريخ ألمانيا صح ولا لا؟ صحيح. هذا دائما بين فترة أخرى ينتقد بايرن ميونخ بقوة وبقسوة. أنا موضوع مازد عبد الله أنا بوجهة نظري أنه على صواب وأن لاعب كبير أسطورة للكرة السعودية أبدى رأيه ويحق له الدراية في أي مكان. معليش بس زي ما تفضلت أتفق معك لكن بنفس الوقت على اللي طالبهم أنه يحفظوا الحقوق وهذا يتقبل الرأي الآخر يتقبل انتقاد. حسنت. يعني لا نصير حساسين. حسنت. هو بالأخير هذا رأي وهذا انتقاد قد يقبل الصواب يقبل الخطأ. لا نصير حساسين من الرأي. لا نصير حساسين من الانتقاد. يعني خلينا بس أخذ موضوع الجماعة كجزئية. ممكن الكلام اللي ينقال على الجماعة يستفيد منه أكثر من لاعب سعودي. كلام سليم. صح الإدارة إذن أنا معك لكن الإدارة ماجد عبد الله الإدارة الواضح من الكلام خلال الأيام الماضية إنها من الممكن أنها تكون في صفضة صف. لكن لا اليوم لا بيانها اليوم بيانها يوضح انه على خط واحد مع الجميع سواء مع الاداره السابقه حتى مع الاداره. انا اقصد انه كان في البيان انه نحترم الانتقاد ونحترم الراي الاخر. صحيح. لا الاداره هي اصدرت البيان واضح انها بتنسيق مع الاداره السابقه عشان يكون الجو افضل لها خصوصا ان ماجد ذكر في سياق حديثه اني انا مع الاداره الحاليه لانها نصراويه اما الاداره السابقه كانت هلاليه. هذا اللي يمكن اشعل الاجواء لا ما قال غير نصراويه ما قال هلاليه قال غير نصراويه بعدين ظهرت اي قال غير نصراويه لا لا اقصد على اساس كنت بدا التفصيل انه غير نصراوي وسعود السويلم يحيى ما سمعتك ايوه يعني مستحيل انه تكون فرضا انه سعود السويلم قد ساوي يعني كان الكلام لا اقصد لا لا ما ننطق انه قال انه قال غير نصراوي واضح انه حتى من كلام الكابتن ماجد عبد الله يعني ممكن شبابيه احمد البريكي مثلا قيل عنه شبابي اي وسعود السويلم مثلا سعود سويلم كان رئيس نادي الرياض فترة من الفترات لا ما رأس نادي طلع قرار بس ما رأس كلف ما رأس إيه كلف إيه أنا أقصد لا لا بس أنا أقصد لا تطلع منك أنه هو قال أنه إدارة لا يعني هو ما قال واضح بس من كلامه أنه كان علاقته بالإدارة السابقة وما قوه ما في شك هذا ما في جدال إيه فلذلك يمكن كان في تنسيق سواء النصراوي هلال يا فيصل الرجل رأس الهلال أنا أعتقد أن الإدارة سعت أنها تصفي الأجواء الآن وتبدأ طيب بالعمل بس عليها تنسيق بين الإدارتين بس عليها تقبل انتقاد والرأي الآخر لابد بس لابد. طيب يحيى جابر وبعدين يحيى نصراوي ترى يلا بالنسبة ل شو اسمه الموضوع تم تكبير حجمه يعني هي موضوع بسيط فجأة اللي فيه بيانات وفي أشياء وفي الموضوع بسيط جدا هو حتى لو كان في انتقاد يعني احنا يا ما شفنا زمان ملاسنات بين الأمير عبد الرحمن بن سعود وأطراف أخرى نصراوية وهم حبايب يمكن مع بعض المسألة بسيطة وأنا متأكد أن الأخ سعود رئيس النادي السابق أنه يحب ماجد عبد الله وماجد عبد الله أيضا يقدرهم ويحترمهم والموضوع بسيط تم تكبير حجمه صراحة البيان هذا صب زي ما يقولون الزيت على النار كنت تقول على التحكيم ابو لما وقطعت ما انا نصراوي يا ابو معي نص دقيقه يقول لك ماني نصراوي شو عشان يطلع عقود دحين تدريب ايوه انت اديت كذا يعني واحده سريعه نصراوي يلا ما هو سطر التحكيم ختم لي على موضوع التحكيم التحكيم انا طبعا وجهه نظري نفس الكلام اللي قلته البارح التحكيم كاداء هو المشكله لكن ككفاءه بالعكس ما في مشكله دائما احنا نخلط الحكم السعودي عنده الكفاءه خاصه اذا حكم خارجيا انا اقول مو كلهم طبعا انما في عدد مميز او في مميزين من الحكام يديروا اي مباراه في العالم لكن المشكله في الاداء طيب. الاداء هذا هو الموضوع او المشكله او لب المشكله في كره القدم السعوديه طيب شكرا لكم ضيوفي اليوم على وجودكم معي في الحلقه شرفتوني في الحلقه شكرا لكم انتم على متابعتكم في امان الله